سوري يا مصر، هطير انا بقى، هولع في الموهبه اللي مش مفهومه. شكرا يا كل ودني سمعتني وش مأذت، شكرا يا كل كف نزل على قفايا وقال لي صوتك معفن. افرح يا مطربين مصر، افرح يا عمرو العندليب بيولع، افرح يا اصاله، افرح يا صابر يا رباعي، افرحوا. هاتي الكبريت يا اما، هاتي الكبريت يا واد. بطل بقى، بطل شغل المجانين ده. وقادر وابوه ياما، انت فاكراني اتجننت؟ اقسم لك بالله المطربين بيحاربوني ياما. طب انا النهارده في الفرح كنت ملعلع، تامر حسني فجاه بعت لي رجالته انتشروا في الفرح بوظوا الفرح. بقى هو تامر حسني هو اللي بوظ لك الفرح؟ امال يعني ابو تريكه هو اللي هيبوظ لي الفرح؟ فوزي ياما ارمي دي، انا كل جاهزه ولع. اديني البخاخه بسرعه احسن كرشة النفس جت تاني. ياما الدكتور قال بلاش سجاير، هي اللي هتودينا في داهيه. يلا يا حلوه، يلا يا ام فوقي، عايز اسالك على حاجه مهمه. عايزاها يا ولد؟ بس انت ما بتتصلش بيا يا اما، ما اعرفش عن حاجه بقالي اسبوع. طب اطمن على امك بدل ما تطمن على بسنت. يا ام انت قاعده قدامي على الكرسي ومطمن عليكي. انما بسنت غايبه بقالها اسبوع، حاسس ان روحي بره جسدي. بصي يا اما، بصي بصي البراءه يا اما، بذمتك شايفه الجمال؟ بصي هنا بقى، بصي اتحداكي لو عرفتي تحددي ملامحها كبني ادمه. جاتك خبث خبتك، خيبت املي فيك. انا صرفت عليك دم قلبي بعد ابوك ما مات، وعلمتك ويا ريتك يا اخويا فلحت. ده انت اهدى علام. ايه اللي علمته لي ياما؟ ده هو حيالة دبلوم فني بريد، وده كان ضد طموحي. اقول لك ياما صوتي حلو، قدمي لي في سياحه وفنادق، تقولي لي لا بريد يعني بريد. ماله دبلوم البريد؟ كان نفسي اشوفك مستجي قد الدنيا. ياما مستجي ايه ياما؟ هو في حد دلوقتي بيبعت جواب لحد؟ دلوقتي الانسان يبعت مسج يترد عليه بمسج يأكد عليها وصلتك المسج، التاني يرد عليه يقول له وصلتني المسج. بقى في حاجه اسمها اس ميم اس، بقى في بليتوز. الزمن اتطور ياما، وبعدين ابنك اتخلق عشان يكون فنان. ستي الحبايب يا حبيبه، يا اغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل بتشيبة. كفاية بقى، جرعتني في الأمومة، اتخنت. يا حياتي أنا كل حيرة ونار. هو إيه الحكاية؟ مفيش صوت عدل أبداً؟ اللي بعده. مساء الخير، مساء الخير، مساء الخير. فوزي عندلي بالدقي. هتسمعنا ايه؟ والله يا استاذ حلمي بكره، انا بحب الحان حضرتك جدا وحافظها كلها عن ظهر قلب. معقوله؟ بس دي الحان صعبه جدا. هو ده الفن الحقيقي يا باشا. باين عليك بتفهم يا فوزي. طب قول لي حافظ ايه من الالحان؟ حافظ من الحان حضرتك راجب حوش صاحبك عني. نعم؟ مش الحان؟ لا يا فندم. طب حضرتك هو في اغنيه انا بطلع فيها امكانياتي، ممكن تكون مفاجاه لحضرتك، ممكن اقولها؟ قول قول. حاضر يا فندم. قلبي على تيري، قلبي على تيري، قلبي على تيري. لاحظ حضرتك بطلع بالمقام وبنزل، اكيد حضراتكم عارفين الموضوع ده. قلبي على تيري، قلبي على تيري، تيري على قلبي، عشان مش ممكن اقول قلبي على تيري كتير، الناس ممكن تزهق فبغير يعني، واكيد حضراتكم عارفين الكلام ده. قلبي على تيري. طب ممكن اغني حاجه قصيره؟ نفسي ياما، مش عايزين يدوا لي التسريح في بلدي ياما. الكبريت فين ياما؟ بسرعه والنبي الجزف ياكل في وشي. الكبريت فين ياما؟ الكبريت. الولاعه هي اسرع. خد الولاعه ياما بسرعه كده. لا ياما لا لا، ما تجيش منك، المفروض تأذريني. ايوه لو كل الدنيا وقفت ضدي انت المفروض تأذريني ياما، تقفي جنبي تأذريني كده وتقولي لي انت موهوب يا فوزي، انت موهوب. لو كل مطرب من المطربين اللي بنشوفهم مثلا عندك، لو عمرو دياب ولا هاني شاكر ولا حماده هلال، كل واحد فيهم امهم رمت لهم الولاعه كانت حرقوا بجاز من زمان ولا كلنا شفناهم. لا ياما لا ياما، كنت منتظر انك تأذريني. يا خساره. ده انت اللي خساره عليا، ده انت هتوكسني وهتخلص عليا وهتجيب اجلي. اما اما
سيجارة يما، سيجارة. قلت لك 100 مرة شربك للسجاير في البيت ممكن أشمه وده يأثر عليا كمطرب، وبعدين عشان صحتك. فوقي نفسك بقى، فوق يا موهوم يا ابن الموهومة، فوقي نفسك يا قذر. ده أنا بعت سيختي وكل اللي حيلتي علشان أعمل لك المشروع اللي يأمنك ويأمن مستقبلك وتقف على رجليك، وأنت سايبه وطالع تجري ورا المغنى. أنا عارف إن المشروع عظيم، بس العيب مش في المشروع، العيب فيا أنا يا أمي. يا أمي أنا عيال، أنا مريض بالغنى والطرب. خديني حللي لي، حللي دمي، حلليه واسأليهم فصيلته إيه؟ هيقولوا لك فصيلة دمي بي دو ري مي فاصول. يا أمي يا أمي، أنا في ناس كتير قوي جوايا، لو تتعرفي تخرجيهم. خرجيهم، خرجي عبد الوهاب، خرجي أم كلثوم، خرجي شادية يا أمي، خرجي عبد الحليم، خرجي حمائي، خرجي فؤاد، خرجي حمائي يا أمي، خرجيهم من جوايا يا أمي. أنا بقى هخرج لك حمائي أم كلثوم. خرجوا خرجوا بس حمائي لسه، حمائي لسه، حمائي خرج 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 خرج، كلهم خرجوا وأنا خارج. يا بسنت يا بسنت، بقالي أسبوع مش عارف عنك أي حاجة. ايوه، اول ما تسمعي رساله كلميني، انا قاعد في المشروع بتاعي. يلا سلام. يا اندليب يا اندليب، ابلغ خبر سوق انما ايه. انت ابن حلال، وحياه ابوك تعالى اقف في المشروع بتاعي 5 دقايق، عايز اروح ادور على بسنت، بقالي اسبوع ما اعرفش عنها حاجه. فوزي انا عندي طلبات ادويه مستعجله، وصاحب المصنع لما بيصدق الواحد يكح عشان يطرده. يا محروس، انت عارف ان العاطفه بالنسبه للفنان، وانا فنان. وعشان انت فنان هقول لك على الخبر الحلو. قول. فرح بسنت النهارده في مركز شباب. ما تقولش مركز شباب الدقي، نفس المكان اللي كنا هنتجوز فيه. ولا هتجوزها يا فوزي؟ ما تقولش. الوضع عصام عشاب، كل الدق كان عارف وانا كنت رافض اصدق. ولا هيغني فرح؟ ما تقولش. اكيد اكيد هيجيبوا مطرب غيري. ما اقولش ايه، ما انت اللي قلت كل حاجه يا فوزي. انا بدوخ ولا ايه؟ مالك يا فوزي؟ لا انا مجروح. مجروح عشان بسنت هتتجوز؟ لا، عشان هجيبه مطرب غيري. محروس انا تعبانه، حياه ابوك اطلب لي من القهوه شويه قرفه بلبن. حاضر. بس خليني ازود اللبن. وحياه ابوك. حاضر. ولا شغلانه. اوبا، الحق الدائره، الدائره انا جايه وهيجرحوك بجد. طب اقفل الباب لا يشوفوني. ولا فين فوزي؟ يالا فوزي راح اجيب الازاز. ايه؟ فوزي راح اجيب النقاش عشان يصلح الازاز. يصلح الازاز؟ مش هيفتح الحساب اللي عليه وبعد كده يصلح الازاز؟ انا عارف، انا اصلح له الازاز. بقول لكم يا رجاله، عايزكم اصحاب الحراره من السنترال دوت. اصحاب السنترال من الحراره. يلا يا رجاله. ايه رايك؟ كله تمام؟ اه تمام تمام تمام، وزي الفل يا ريس. يبقى سلم لي على فوزي. يوصل. بقول لك يا محروس، خلي بالك من المشروع بتاعي عبال ما اجيب بتاع الازاز واجي. ها؟ خاينة واطية يا بسنت، غدارة قذرة يا بسنت يا بسنت. قولي نفسك بقى، بسنت بسنت، وسايب امك بتموت. روح هات للدكتورة، انا مش قادر اخد نفسي. حد حد حد، رايح فين؟ من عسل باكل خلاص. عينيا يا امه. بسرعة يا ولا. حاضر يا شكري. امي جات لها الازمة بتاعت صدرها، هات لي الدكتور مسالك بوليه وتعب بسرعه. سلام. اتفضل يا دكتور. اتفضل اتفضل يا دكتور. من هنا من هنا. اه اوكي. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. ايه ده؟ مساء الخير يا طنط. ها المريضه فين؟ ايه المريضه فين؟ في الكوافير. ايه ده، راحت تجيب العريس؟ ايه يا دكتور، امي المريضه، طمني عليها لو سمحت. ابقى زمان بس ان شاء الله خير. ربنا يخليك، انا قلقان عليها جدا. لا ما تقلقش، الجو لطيف جدا والحياه ظريفه قوي قوي قوي. ايه بقى؟ ايه يا كتكوتة؟ ايه يا كاريكاتورة؟ على فكره على فكره، ماما بتتدلع عليك، عايزه تعرف غلاوتها عندك. والله غاليه غاليه جدا، بس طمني عليها لو سمحت. انا مطمن، ماما حلوه الحمد لله. ماما حلوه الحمد لله. هو حضرتك دكتور اطفال؟
حضرتك ما تبوظليش شغلي، ده شغلي. طب اتفضل. يا اختي حبيبتي حبيبتي بابا يا حبيبي. انت جاي ترضع عيله صغيره يا دكتور؟ لحظه واحده شوف شغلي. مش هينفع كده. حك 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 حك. ده كشف غريب جدا. قولي يا تيتي قولي يا تيتي. هي ما بتضحكش ليه؟ هي تعبانه؟ لا مش تعبانه، انا منكد عليها، وثانيه واحده هنكد عليك انت كمان. لو سمحت انا متوتر، شوف لي فيها ايه. ماما حلوه اطمن. ربنا يخليها لك. ها احنا جايبين بطيباتي. كله هيبقى تمام صدقني، كله هيبقى حلو قوي. دلوقتي ماما ساكنه فين؟ نعم ماما ساكنه فين؟ ساكنه في اول فيصل، بس ما بتعيا بنكشف عليها هنا. برافو عليك، برافو برافو برافو. قولي بقى لما بتطلعوا رحله مع بعضيكم، هي بتطلع معاكم؟ ايه علاقه ده باللي هي فيه دلوقتي؟ بتركب الباص. مين اللي بتركب الباص؟ انت تركبي الباص يا كتكوتة، انت تركبي الباص يا بتبوتة. ماما حلوه. انا ثانيه واحده وهطردك لو سمحت، الدكاتره كتير، ارجوك طمني ان انا توترت. انا معلش انا اسف، انا مقدر توترك، بس ماما حلوه. انا عارف ان ماما حلوه. قولي بس فيها ايه؟ هتبقى حلوه، اتاكد من كده. اوكي يلا قولي لي بقى، حاسه بايه؟ حرقان في قلبي جامد. حرقان في قلبي؟ اي حرقان في قلبي. حرقان في قلبي يعني ايه؟ لا يعني خطر يا دكتور. لا 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 مش خطر خالص. امال ايه؟ ماما حلوه. ماما حلوه ايه؟ انت حرقان في قلبي بتقول لك. حاسه بايه تاني يا حاجه؟ صدري كتر عليا، مش قادره نفس. صدرك مش قادرة تاخد نفس؟ يا دكتور ابو سيدك اديها اي حاجة. هي ماما حلوة ان شاء الله. بتقول لك حاسة بحاجة نغزة رخمة كده في السن. مالك يا دكتور؟ امسك يا استاذ. مالك؟ لو سمحت. مال اسود. قالت لي خد الحباية قبل ما تنزل. مين دي؟ يعني خدها. مين دي؟ خطيبتك؟ خطيبتك؟ مرات حضرتك؟ حضرتك امسك. يا رب اسود على اليوم الطين. مالك؟ يوم ماما حلوه. انا اللي مش حلو. يا نهار اسود. انت حلو. طب اجيب لك حاجه؟ اجيب لك حاجه؟ فسحني حاجه. مالك يا دكتور؟ انت هتنام جنب امي؟ دي اللي برتاوي. حاسس بايه طيب؟ افتحوا الشبابيك، افتحوا الشبابيك. طب في دواء انزل اجيبه لك؟ هيثم. ايوه سمر. هيثم وسمر، ده دواء جديد؟ يا نهار اسود ومنيل، الدكتور بيتحول. الحقني يا شكري. جايب لي الدكتور بيموت يا شكري. معلش معلش يا عندليب، خش انت بس جنب الحاجه وانا اجيب لك دكتور تاني حالا. ما تجيبش حد تاني. ماما حلوه، ماما حلوه. الحمد لله يا يما، الدكتور خد الشر وراح. انت بقيت كويسه دلوقتي؟ اسمع يا واد يا فوزي، عايزه اقول لك سر مخبيه عليك السنين اللي فاتت دي كلها. سر ايه يما؟ ابوك عوض مش ابوك. يا نهار ازرق، امال مين ابويا؟ ابوك اسمه فايز الخبيري. طب ما انا عارف ان ابويا اسمه فايز الخبيري واسم الشهره بتاعه عوض. ما هو ده السر اللي خباه عليك عوض، عشان ما تعرفش انه جوز امك وتتعقد يا حبيبي. يا نهار اسود. ده يا ابني كان راجل خليجي، ابوك شافني عن طريق عوض ابن عمي. كنت صغيره وحلوه، بس وقعني في هواها وعرض عليا الجواز. اصل مراته الخليجيه دي ما كانتش بتخلف، لكن لاجل الحق ابوك كان شايلني على راسه شيل. اتجوزني وفعلا حبلت لحد يوم الطلق ما جه وطلبني الاسعاف. ما انا كنت تعبانه قوي. لوك وصلي على النبي وابن يور ايز تاكل سويت ان شاء الله. زي سيزا فرعان الكوبر ايز بيلدينج. He's a Faraoni king. What is the name of this king? King Mariyun. From which family? صدق انت الوحيد اللي مضايقني باسئلتك الكتيره دي وسط الجروب بتاعي ده كله. رد يا عم الحلو، رد يا اخي بيت، اقول له من انهي اسره. هرد اخويا، بس خد بايدي. ايدك انزل يا فراشه. ده من اسره القناه الثانيه. خلاص شيل بقى عني شويه يا سيد. You know what is this? This is Mankara clock. هي بيج شويه، لان هو كان الراجل بسم الله ما شاء الله بيج ودراعه كبير شويه، كان مقتدر يعني. يا ابن اللذينه، ده انت الناس تقول لهم نفرتيتي مدفونه تحت القبه هيصدقوا. والله مش بعيد يا سيد، لسه الحضاره الفرعونيه لم تكشف عن اسرارها بعد. وحياه خالتك
وحياة أمك لو قلنا أمك راجل نصاب وده لا وفد أجنبي ولا زفت وأنت بتشوي سمعة مصر. مصر دي أمي واللي يمس سمعة أمه أقطع لسان أمه. إيه ده؟ دي مش ماسورة مدينة نصر بس اللي ضربت، ده في ماسورة بنات ضربت في المنطقة يا عم. مش ماسورة، ده خزان. هما الحريم عملوا ثورة ولا إيه؟ ايه ده؟ مش دي البنت داليا جارتنا؟ ايه الحق داليا بتقول المظاهرة؟ داليا بنت عم يوسف؟ هي بقت من الأحرار ولا ايه؟ مصر مصر يا شباب طهروها من ايه ده؟ سيد؟ ازيك يا سيد؟ ازيك يا ابو رابيا؟ ايه اللي جابك الجامعة؟ ده زي ما قصدي عني من شخص مفاجئ. هي الدولة دي مش اتلغت خلاص؟ اتلغت ايه يا سنة ستة؟ دول بس قسموها حتتين. حتتين شيكو وفاكيا. اللي معانا دول بقى بتوع فاكهة. بقول لكم ايه، ما تيجوا تشتركوا معانا في المظاهره. هي المظاهره دي عشان فلسطين؟ لا. العراق برضو؟ لا. سوريا، لبنان، الشيشان؟ لا، عشان حدائق القبه. ايه ده، امريكا خدتها؟ يا جدع بطل هزار، ده من يومين اغتصبوا فيها بنتين، ده غير البنتين بتوع فيصل وغير البنت بتاعه الكتكات، ده غير فيفي عبده وفيلم القاتله. عشان كده احنا عاملين مظاهره بنطالب فيها باعدام الذئاب البشريه اللي بينتهكوا حقوق الفتاه المصريه. طب والله دي مظاهره زي الفل، انا هنضم وهلتحم معاكم. دي قشطة والله وكلها مليطة بالصلاة على النبي. زيس فازاورا راويا. This is راويا and they are her sisters. This is a pharaonic march from King Tut and Kamon. هينضم لنا دلوقتي وفد من منظمة حقوق النسوان الأوروبية. Coming, follow me. رايح فين يا عم؟ اوعى ايدك. ايه تعالى؟ خليك في حالك. يا عم Coming, coming. تعالى تغلول. Coming quickly, quickly. واتلي فولو مين؟ هير 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 هير. قال استصبتوا فتاة الأبا على سواعكوا برجل الكنبة. صباح الخير يا جهان. صباح الخير يا سيد. معقول يا سيد 75 رنة ساعة؟ حرام عليك. عشان تعرفي بس انك في بالي على طول. طب ايه رأيك بقى انك لو رنت لي اكتر من 10 رنات انا هفتح عليك. افتحي عليا بحياة ابوك اللي تفتح عليا، ربنا يفتح عليك. نفسي اسمع صوتك، ده انا حتى شاليري كانت تستبي. ما تهونش عليا خسارتك يا سيد. ما قلتليش بقى، قريت القصيدة بتاعت امبارح؟ حلوة قوي. تسلم ايدك. تسلم ايدي ايه؟ هي صينية بطاطس يعني الاحساس اللي فيها وصلت؟ ايوه يا سيد، الاحساس بتاعها حلو قوي، بس الاحلى منه بقى ملخص القانون الجنائي اللي انت عملته لي ده، خلاني هضمت الماده كلها. بقول لك ايه، مش الدكتور فؤاد السعيد جه؟ سعيد مين؟ فؤاد السعيد استاذ القانون الدستوري يا اخي، الوزير ده مش عارفه. طيب انا هروح اظبط شعري بقى عشان المحاضره قربت. فضيت لك يا فالح، معقولة بنت زي دي توقعك؟ ما تقولش كده يا عم، دي ملاك. ملاك؟ دي عاملة لي فيها سبيدة ثروت، وانت لو دورت عليها هتلاقيها ساكنة تحت كوبري الليمون. لا على فكرة أبوها رجل أعمال بجد. رجل أعمال؟ طب ما أنا رجل أعمال. يا عم الأعمال وبالنيات. صدقني البنت دي ما تستاهلش تكتب فيها ورقة شعر واحدة، دي يا دوبك ورقة عرفي وجمعتين وبس. يا عم وفر كلامك الماسخ ده، كفاية الأجانب الغلابة اللي وديتهم في داهية. وديتهم في داهية؟ أنا خليتهم يتفرجوا على شرطة مصر. اسمع يا سيد، عشان تحب واحدة لازم تبقى من توبك يا ابني، لازم تبقى زي أمك. قال زي أمي قال. هو الواحد يلاقي فين واحدة زي أمي؟ هات شاي يا علي. يلا موان. تعالى مهلا. جميلة. يلا موان. يا أهلا وسهلا يا شواد، نورت الورشة غالية. ما تلاقوش، ما فيهاش حاجة، سليمة إن شاء الله. لا حضرتك فاهم غلط، إحنا هنركن بس 10 دقايق. تركن بس؟ طب شيلوا القرف ده من هنا عشان ده محل أكل عيش. لما تتكلم عدل يا جدع، أنت فيه إيه؟ الله، هو كل واحد عنده حتة حق صغير خايف عليه ومش عايز حد يركن قدامه؟ طب مش هنشيلها. مش هتشيل؟ مش هنشيل. عادي بقى وختام اتناد يا إبراهيم. تعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت معايا ايه؟ سويت جو هاي سويت. ما تيجي فرصه تعمل البلاغ ده. انا بصلح بس. لا مش للدرجات دي، فانت كمان
لعلمك مش حلو يعني بتعمل ده عشان انت في منطقتك يعني مش موجوله. وكلمه تانية هفرد الحزام. تفرد الحزام؟ ايوه. همشي القرف ده من هنا يا شيل القرف ده من هنا. ده انت مستهيفنا بقى يا مستهيف. ايه المفاجاه دي؟ وهتتضرب ويتعلم عليكم كمان. ليك شوق في حاجه يا؟ لا يا باشمهندس مالناش شوق في حاجه. عشان انا بكلم الاستاذ. انت ايه اللي دخلك تسال كبير المنطقه؟ ايه اللي دخلك؟ هو معاه حق. لما انت تتكلم وانا واقف يبقى لازمتي ايه؟ الراجل بيسال ايه دخل؟ انا هقول لك احنا من كده ولا ايه؟ اه في كده كمان. وكده كمان ليه العنف ده يا استاذ؟ انتوا جايين لي مين يالا؟ مش فاكر مين اسمها ايه؟ منار. منار جايين لي منار. منار مين يا؟ انت ما فيش الحاره كلها الا منار اختك كريمه. شرف يا نهار اسود. شرف انا نفسي اتجوز. معلش اصل هيما اخويا كبير الحته مفيش لا شرده ولا ورده بتعدي من تحت مناخيره. خش انت بيت دلوقتي. طب عشان كلكم شيش. خش جوه بيت. وانت بقى لا مؤاخذه يعني ظروفك يا زميلي؟ الحمد لله الحمد لله. ظروفك ايه؟ ظروفي انا وقوف وقفه طمان. الحمد لله موظف في السوبر ماركت وباخد 1000 جنيه في الشهر. وبناخد حوافز كل 4 شهور يعني. اكيد مناو موصله المعلومه دي حضرتك يعني. وهتفتح بقى بيت ازاي بقى 1000 جنيه مفتح؟ ها ما ان شاء الله باين بيه ان شاء الله. يا ربنا يسهل مرتبي على مرتب مناو وربنا يسهل. يعني انت حاطط عينك على مرتب البيت؟ يعني انت طماع يا زميلي؟ تصدق فعلا انا شكلي طماع. انا طماع. انا اسف انا اسف. عندك حق. سلام عليكم. يلا اذنك اقعد يا انت اهو. المهم عندك مقنه؟ عندك شقه يعني؟ ده رؤوف عنده حته دين شقه تحفه في مصر الجديده. مصر الجديده بنت دي طول عمرها حظها قليل. والله انا راح اشوف الشقه. طبعا شقه اختي الوحيده شقتي لازم اطمن عليها. مش اي منطقه كده والسلام تسكن فيها هي يعني. ها طبعا حضرتك يعني تشوف وتأنس طبعا اكيد. عن اذن حضرتك. يلا عن اذنك. ما تخلص يا هو الا عن اذنك. عن اذنك تخش يا تفكر انت ماسكني مين بتوجعني ولا ايه؟ لا يا ابويا اخلص يا انا بفهم حضرتك. وانا خدت معايا البيت وخدت واديت معايا في الكلام. وعايز تخلع. عايز تخلع. الناس اللي بره في الحاره دي تقول عليا ايه؟ تقول المعلم ابراهيم ايه؟ هتقول كل خير. انا مش مظبوط يا مروان. مالك في ايه؟ مش عارف مش عارف مش عارف يا مروان. دي في ايه؟ بقى موضوع الخطوبه والهبل ده ما ياكلش معانا عشان احنا عيال ولاد بلد. هتفضل بقى داخل خارج عروستي لا سينما لا بحبك. لا انا دمي حامي شطه مولع. ما احبش اللي بيتدلع. انا كبيري مات يا الله يرحمه ويحسن اللي ربنا ما نعرف يعني. داخل عليا بطولك يعني ما معكش غير الافند اللي بيلق ده. انا كبير مات يا ابراهيم. بتقول ايه يا حلتها؟ لا ربنا مفيش حاجه. جدي ومان مش جدي مات وانت حضرت عزاء؟ ان شاء الله يفرمني قطر مات وحضرت عزاء يا استاذ ابراهيم. يا بابا خلاص. احنا بالصلاه على النبي كده نقرا الفاتحه قبل الموضوع ما ريحته تطلع. بس ثانيه واحده بس يا استاذ ابراهيم. هو حضرتك ليه محسسني ان رؤوف غلط مع الاخت؟ غلط مين؟ انت بتقول ايه يا لا بيقول محسسني محسسني بس بقى موان. بس يا موان اما الرجاله تتكلم بالمطاوي تخص خاص. ممكن حضرتك تديني شهر بس يا ابراهيم اجمع نفسي بس شهر شهر. مفيش مشكله. حاضر قدامك شهر بس نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. يلا طب نكمل الفتحه. يلا يلا عارفين يا يلا فين فين معاك الصح صحيح اختي يا حبيبي. يلا يعني انت مبسوط يا ابراهيم؟ انا فاكرك هتعمل فينا حاجه. ام نشوى. ام نشوى مين يا ابراهيم؟ ام نشوى يا ابراهيم. بيه ام نشوى بنت منار اختي اتخطبت. اختي منار اتخطبت. لا قلت بالظبط وصدق قلت بالظبط. يا بنت زغلط يا بنت. عايز اقول لك انا كلام وصدقتها. مين؟ انا خال عيالك. حضرتك ما عنديش عيال. شوف الشقه اللي فوق يا جدع. انا ابراهيم اخو منار خطيبتك. احنا مش اتفقنا ان انا بشوف المطرح؟ ما تفتح عروف. ومستعجل ليه؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده من 6 ساعات بس. افتح. انت سيبني اقف على الباب بره ولا ايه؟ افتح. وحشتني. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بسم الله ما شاء الله. ده حاجه حلوه قوي. سقف عالي. الحاجات بتاع الزمان الجميله. انت جاي تشتري الشقه يا ابراهيم؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ مطبخ صح. ايوه كده.
لا ده شغل عليه قوي قوي. الشقه والعريضه دي عايش فيها بطولك فرضاني كل عاوز يبقى بالفلق. يا جدع ما تخمس في وشي احسد مالي. بص وانت جاي في نص الليل عايز مني ايه؟ عاوز ايه؟ كل خير. انا حاسس ان احنا بقينا اخوات. قوم لما تزنق في مصلحه يبقى قله الاصل على كيف لو رحت لحد غيرك. يا جدع احنا شباب زي بعض، عايزك تحس بيا. احس بيك يعني ايه يا بايم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ معايا موزه وعايز مكنه. اوعى بايم اوعى بايم لو سمحت لحد كده كفايه قوي. في ايه يا جدع؟ ايه اللي في ايه؟ لازم تفهم البيت ده قطها واشرب بيت في مصر الجديده كلها. يا جدع مراتي مراتي ضاربين ورق عرفي. اشوف العقد العرفي لو تقاومت. انت مش بتصدقني اه؟ انا مصدقك يا بايم، انا بطمن على العقد اللي يكون ضاع. المهم بقى معلم الموضوع ده يفضل في السكرته، يعني منار اختي ما تعرفش عنه حاجه. حاضر يا بايم. لو منار عرفت سمعتي سمعتك سمعتي. حاضر يا اتفقنا. اه ما بيض اقفل دي بس. صباح يا صباح. مسا عليك يا ابراهيم. خلي ما تتكسفيش، ده بيت اختي وده الاستاذ رؤوف جوز اختي. اهلا يا هاني. صباح مروحه اصلي مدورها ومطرياها. قلت النوم جوه في سرير بمله بمله. اخيرا حنمدت. يلا روف اعمل إيه؟ الصح. اللي هو ايه الصح يا ابراهيم؟ ازازتين بيره مشبرين، حتتين لحوه مشويين، سكرتين ملفوفين. يا طاروخ معلش يا ابراهيم، المكونات اللي انت طالبها ما بقاش بيت اختك، بقى بيت ضعاه. الشر بره وبعيد. يا روف يا جدع بقول لك ورق عرفي. طب مطلوب اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص يا عم انا اللي هعمل، انا هنزل اجيب شويه طلبات لزوم القعده واروق الدنيا. قومي يا بنت رشي كتتك بشويه ميه. طريها طريها. بعشقك يا موزه. دار يا دار يا دار. ما تتاخرش يا اخ ابراهيم. فريه وحدك بتشتغل ايه؟ يا دار قولي لي يا دار راحوا فين حبايب الدار فين 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 في ايه حدك؟ اشتغلي ايه؟ صوصك يخرب بيتك يا ابراهيم، ازاي تتجوز الاشكال دي؟ على فين يا جدع انت؟ طالع ميت يا جدع. بيتك فين؟ عند الاستاذ رؤوف. وما قالكش؟ لا ما قاليش. اقول لك انا بقى، انا شير رؤوف اللي كنت مسافر ورجعت بالف سلامه. هتلاقيني رايح جاي، معايا ضيوف، معايا ناس. حكيت معايا هديك 100 قلم. او على ايه؟ انا اذنك. ما هو جيسة بقى بومبا. استنى طيب عملت ايه؟ ايه رأيك؟ في ايه؟ مش فاهم حاجة يا بايف. ايه؟ مش مشكلة، خد ساعة البيئة دي. لا انا بحب اشربها سخنة عشان بتفكرني بالشربة. بعشق دماغك. حول ولا قوة الا بالله، ربنا لولا انها مراته اللي كنت طلبت له البوليس دلوقتي. خش يا مياد خش، خد راحتك على الاخر. بس بيتي. ايه ده؟ ايوه مسا مسا رؤوف. مسا النور يا سيدي. يا جدع انت لغين، عيش معايا اللحظه. اقول لك مسا مسا رؤوف تقول لي مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا. ايوه كده. قول لي مبروك. الف مبروك على ايه؟ اتجوزت. امال فين صباح؟ صباح مين؟ صباح اللي جبتها قبل كده وقعدت هنا وضحكت في بوضو، مش كانت واضحة؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا ابراهيم، انت عايز؟ خد البيرة دي ساقعة، اعمل معاها الصح. الله يخرب بيت منار واليوم اللي شفت فيه منار. بتقول ايه؟ مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا رؤوف. تعالى يا هاني، خد يا حبيبتي. اعتبر البيت بيتي، خد راحتك على الاخر. مسا مسا رؤوف. مسا مسا ابراهيم. قول لي مبروك. ألف مبروك على إيه؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا أبين. هات سقعة لك كبيرة، هات سقعة لك كبيرة. الله يخبطها رؤوف وبيت في اليوم. بتبطل تقولي يا. لا بقول مسا مسا يا أبين. مسا مسا مدام. ما قلت لك يا سيد، الليلة دي مش هتجيب أمها. معقول كده يا عم يوسف؟ يومين بحالهم ومحدش عبرنا. واني اللي كنت فاهم الناس هتبقى عليك بالضرب. لا الكلام ده كان زمان، الحب مالوش مكان في الزمان ده. الحب كان على ايامنا احنا جيل الثمانينات، ياما ضيعنا فلوسنا على الحب والعشق والغرام.
الله يرحمك يا راوية. صحيح أنا قبل ما سألتك أبو راوية، هي راوية دي بنتك؟ بنتي راوية دي قصة حبي الوحيدة، ماتت بعيد عنك في أزمة لوكيربي. عارفة المشكلة دي الطيارة اللي وقعت في ليبيا حكاية كده يعني، ومن ساعتها اسمي مرتبط باسمها أبو راوية. أمال أنت اسمك إيه؟ أبو عزة. يا عم وحياة أبوك ما تاكلش دماغنا بقى يا عم. راوية دي يا عم كانت نشالة واتفرمت وهي بتنط من الأتوبيس، خلينا في اللي إحنا فيه بقى. ما أنا قلت لكم يا سيد جوابات الحب دي موضة قديمة في زمن الإنترنت والرسايل والتكاوي. لا يا داليا ما تقوليش كده، الحب عمره ما هيموت إلا في حالة واحدة بس، لو الإنسان انقرض. انقرض؟ انقرض إيه؟ هو فار؟ انقرض يعني يا أبو راوية. حلو قوي، احنا كده فضلنا كاميرا التلفزيون ونبقى في برنامج مسبير. عندك حق يا معلم، احنا لازم نعرف ايه اللي بياكل اليومين دول مع الشباب. اي حاجه بتاكل الا الكلام ده. انا عايزك تسيبك بقى من الكلام العاطفي المزوق ده، احنا لازم نوعي البنات ونرسيهم. النهارده اي شاب بياخد البنت بتاعته على الطريق الدائري ويسحب منها اعز ما تملك ويخلع. عندك حق يا ابو راويه، مفيش قصه حب تعمر دلوقتي، العيال عايزه تتجوز عرفي وخلاص. احنا في زمن العرفي. ايه الكلام ده يا عم؟ يعني نجيب رزمه ورق ونكتب عود عرفي؟ لا احنا نفتح مخنا حبتين. اوعوا تطمعوا الشباب فيكم، اسالونا انا الشاب من دول تسيبي له ايدك يمسكها يلعب لك في شعرك مسجات وهق ومق، وبعدين يقول لك الله عليك وانت واقفه بين ايديا، وبعدين يقع على المحظور وتاخد استماره ستة. اوعي اوعي تجري وراه، هو اللي يجري وراكي زي البوبي لغايه لما يتعب يروح لابوه يقول له يا بابا البنت مؤدبه ملهاش تجارب، جوزها لي يا بابا بوس ايديك. اسالونا انا، انا قديم والقرعه دي مش من فراغ. اوعوا تطمعوا البنات فيكم، الصنف ده انا عارفه كويس. اجري في البيت تحبك حب البيت تكرفك، البيت من دول تيجي تمسك ايديها ولا تبص تقولك لا انت اول واحد يبوسني، والمشكله انك بتلاقيها بتعرف تبوس. طب منين؟ وبعدين تقع في المحظور وتقولك اتجوزني، ويبقى كده يابا انت تثبت. اوعى اوعى تجري وراها، خليها هي اللي تجري وراك زي المعزه الزرايبي لغايه لما نفسها يتقطع. ساعتها هتروح لابوها تقول يا بابا جوزهولي ده مؤدب ملوش تجارب، صدقوني انا اسمعوا كلامي القرعه دي مش من فراغ. طب بحكم خبرتك ممكن تقولي ازاي شد البنت ليا؟ تنك وراها لغايه لما تحبك. تنك ايه بس؟ قصدي يعني تعمل اي حاجه عشان تلفت نظرها وعشان تخليها تحبك، يعني اقف تحت البلكونه اغني لها في اغاني والدنيا تمطر عليا؟ ايوه يا اخويا، لو لازم الامر تعمل كده هتعتبرها منك حركه جريئه من شاب جريء، وبعدين اللي بيحب لازم يضحي عشان حبيبته. ما انت لسه قايل دلوقتي لازم نكرفه. وانا مش قايل محدش يقطعه؟ وبعدين انت كشف ولا استشاره مشمش؟ يا عيني يا ليلي يا ليلي. الله يا سيدي. ايه رايك في صوتي؟ بس بيتها اهو. بيت مين؟ نعرف بيتها يا عم. طب ما تنادم عليها. نادم؟ ايوه نادم عليها يعني. تصدق انا نادم ان انا عرفتك اساسا. نادم. طيب اسمع يا ظريف، فاهم ايه؟ طيب لا ضرب لك ضرب لك. كفايه انت بقى اللي نفسك. ها ده انا هقطعك واشفيك. ارمي الخروفين في التلاجة. يلا مش كنت تقولي ان ابوها جزار؟ يا عم يعني اللي ابوها جزار بتتختم يا معلم؟ احنا غلطنا اه، بس يعني رد الفعل ده مش عاطفي. عاطفي ليه؟ شايفني ببيع الورد في الفرنتاين؟ نهارك جملي وليلتك مفرومه بالصلاه على النبي. نقول السطوره بتولي يا معلم. سؤال بعد اذنك لو سمحت، هل ممكن بعد ما تضربونا تدونا كيلو لحمه ضاني؟ اوي من عينيا. ماشيها مخاصي. لا انا ابني ما يضربش، انا بس اللي لطش له. هم فاكرين نفسهم ايه؟ عشان هم جزارين نبقى احنا فريسه؟ لا يا حبايبي لا، ده احنا لحمنا اغلى بكتير قوي من المفتكر معفن اللي بيبيعوه. ولا لحمنا غالي ولا يا واد كده رخص خلاص. اهدي بس يا طب، خناق مع الناس دي عمره ما يجيب نتيجه. لا يا حبيبتي لا، انا ده بيفور كل ما افتكر ان الواد كانوا بيضربوه بيلطشوه. سيد ده انا بس اللي لطشته، ده واد حساس ومتربي ما بيحبش الليلام، مش زي الشحط ده. خلاص سيبوها، انزلي انزلي اللي بتوع المفتكر الميت يا ام قلب ميت.
المشاكل ما تتحلش بالطريقة دي. عمر الخناق ما بيجيب نتيجة. وبعدين يا ابني انت ضربت سمعة البنت في مقتل. نفترض ان هي نازلة تجيب علبة صلصة او كيلو مكرونة مقصوصة من عند البقال، وطلع لها واحد قاطل عن العمل وقال لها نفسي يعني انت كان المفروض تبقى الطف من كده، تغني لها مثلا تخنوم، فاتك نص عمرك اللي ما شفته مصر، اكدب عليك، اكدب عليك تيران، اكدب عليك، 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 لو قلت بحبك لسه اكدب عليك، اكدب عليك، ان كنت نسيتك همسة كفايه كده، روح انشر دول وتعالى خد الباقي. حاضر يا تيتا، حاضر. منى مش عايزك تعب نفسك في اي حاجه، لو عندك حاجه وسخه سيبها لي. بيبي عامل ايه؟ يا تي بدا بابا بابا شيل انت منى عشان ما اخنقك. بس ما تمدش ايدك ولا حاجه مش بتاعتك، اقف وقدك. اوكي اوكي ها؟ مستر عشرين خد تكسوها، ها؟ ابدأ في مكان جديد مفهوش قهوة وضام، ها؟ ما تقواش المأساة بتاعتي. يلا يا حاجة شوفي كاشين اللي ولا مش مكان عطانة، ايه قدامك عطلانة. فين المدير بتاع المكان؟ يا اوفا مش هتروح ولا ايه؟ لا يا معلم اتكل انت على الله، انا واخد وديه زياده من المدير، انت عارف الظروف يا موان. راح ايه قعدتنا الذهبيه؟ الزبون دايما على حق. وانت يا زمن قاسي علينا زمن. يا تيتا حرام عليكي، الشمس هتحرقنا، مش عايز اقوى الاهومات. اسمع يا ولد، انت تسمعني وانت ساكت خالص، فاهم؟ العلماء لغايه النهارده ما قدروش يوصلوا لاوضه الملك، مما يدل على عبقريه الفراعنه. انت يا حيوان يا اللي اسمك ابراهيم بتعمل ايه عندك؟ عايزه مني ايه بس يا تيتا؟ عايزه مني ايه؟ ما انا سامع كنت بتتكلمي على الفراعنه. فراعنه؟ اسمهم فراعنه؟ ما انت جاهل. اسمع كويس واستوعب يمكن تستفيد. استفيد من ايه يا مؤاخذه؟ دايما انا في شويه رمل وشويه حجاره وتقول لي استفيد؟ ده ايه الخروجه الزفت دي يا رؤوف؟ كنا رحنا القنوات الخيريه، كنا رحنا بلنتين، كنا شمينا شويه هواء نضاف. عايز تشم هواء؟ اه. من عينيا الاثنين. جوبلز رعد. كلاب لا، كلاب لا، لا، كلاب لا، لا، كلاب لا. اوف
ورجعنا لكم مشاهدينا بعد فاصل قصير، ولسه بنكمل معاكم حلقتنا على الهواء مباشرة من برنامجكم نماذج مشرفة. طبعا يسعدنا ان يكون معانا النهاردة رجل الاعمال المشهور استاذ صلاح الجمال. استاذ صلاح، عايزين نعرف من حضرتك وكل الجمهور عايز يعرف ايه اخر مشاريعك الوطنية؟ اوكي احنا بصراحة كنا مخصصين الاسئلة في نهاية الحلقة، بس يظهر واضح ان الجمهور مش قادر يصبر عشان يسأل حضرتك. من عينيا الاثنين. كان في حد هنا عايز يسأل حضرتك، اتفضل. في البداية انا برحب بالاستاذ صلاح بيه الجمال، وعايز اقول ان طبعا الحمد لله يعني ان مصر مليانة برجال الاعمال الشرفاء اللي بيخافوا على سمعة بلدهم واولادهم، وموفر لنا فرص العمل ما شاء الله يعني، وطبعا الاستاذ صلاح مش منهم خالص. وانت ايه اللي جابه هنا؟ ده حاقد ومهرد، اوقفوا الزفت التصوير. فندم اهدى يا فندم، ما ينفعش كده، احنا لسه على الهوا وفاضل 7 دقايق على الفصل التاني. سعادتك انا مش هتكلم عن نفسي، انا هسيب واحد من ضحايا صلاح بيه هو اللي اتكلم. اتفضل. ومين ده الاخر ابو شعر تلك موسى ده؟ معلش يا فندم اهدى، ده رايه وفي الاخر طبعا ليك حق الرد. اتفضل يا ابو راوي، اقول كلمتك. اصرخ ولم الناس، افتح لنا الكراس. اقول ايه بس يا قلم؟ اللي انا هقوله ده لا يتقال ولا يتحكي. اللي حصل كان شيء فظيع فظيع فظيع. الراجل ده استغل سذاجتي واحتياجي للمال علشان اصرف على ابويا الميت واخواتي المفقودين. كنت بشتغل سكرتير في مكتبه، وانا بأدي عملي بمنتهى الهمة والنشاط. رمى فايل على الارض وقال لي انزل هاته. رفضت، قلت له لا يا باشا، احنا فقراء بس ما حالتناش الا شرفنا. بيقول ايه الولد ده؟ في ايه؟ هتنكر؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا بسببك اتأذيت جامد. انا بروح لدكتور نفساني في رود الفرج، بس هو دلوقتي قافل العياده عشان نقلوا السوق ودوا العبور. خلينا في الموضوع، ركز معايا. تقدر تقول لي الفايل اللي رماه صلاح بيه كان لونه ايه؟ اخضر جنزاري. فاكره زي ما انا فاكر كل حاجه حصلت في اليوم ده. استغفر الله العظيم. الاضاءه النيون، دخان السيجار اللي خنق فيا البراءه، صوابعه وهي بتتمد عشان تفتح زرار قميصي للشمس وللحياه. رخص يا كلب وقفوا المغزله دي فورا. كنت فاكر ان جريمتك هيمحيها الزمن؟ لا يا صلاح بيه، لا ده بعدك. انا بقول لكل شاب في مصر اللي حصل لي ده ممكن يحصل لكم لو سكتوا. انا فضحت نفسي عشان الحقيقه تعيش. يا اخوانا، انا طالب تحليل دي ان ايه عشان الحقيقه تبان. جيبوا العيال السباحة. كفايه نوم يا خم نوم، اصحى يا حيوان. هذا ديتا. صباح مع الصبح. صباح الخير ديتا. ايه المنظر زي الزفت على الصبح ده؟ طبعا انا سبتكم تناموا لغايه الساعه 9:30 لان النهارده صباحيتكم، بعد كده الصحيان الساعه 6 صباحا، فاهم؟ الله يبارك لك كتيت، الله يبارك لك. 6 الصبح عصب الانسان يزبط. اسكتي يا بابا. بصي ايه انت ممكن يعني طاح يعني اليومين دول نفكها شويه عشان احنا في شهر عسل. شهر عسل ايه يا رؤوف؟ ده هو يا دوبك اسبوع اللي عرفت ناخده اجازه من الشغل. فيا ريت بقى لو تيتا الجميله تسيبنا ننام الاسبوع ده براحتنا. قلتي ايه؟ الظاهر انكم فاهمين غلط. مش معنى شهر عسل او اسبوع عسل انكم تفضلوا مرنخين في السرير ليل ونهار. تعرف أنا وجدك لفينا التراك 5 مرات
يوم الصباحيه. اكيد كان في بطوله اواقه مهمه يعني، اصل غير كده مش منطقي يا تيتا. اسمعوا بقى، ما دام هنعيش مع بعض في قوانين في البيت ده لازم تعرفوها. تحت امرك. مصروف البيت هيبقى في ايدي، وانتوا هتدفعوا الضعف لان انا واحد وانتوا اتنين. العدل والحق ما يزعلش حد بصراحه. الله ينور عليك يا تيتا. قولوا لي بقى، ناويين تقضوا يومكم فين؟ هنتغدى بقى وندخل سينما. ما تيجي يا تيتا معانا السينما؟ اه يا ريت يا تيتا تيجي معانا، الا لو انت عايزه تقيلي. اقيل؟ امسك، حاجزه لكم تذكرتين مسرح، حاجه تنور العقل وتجلي الروح. ربنا يخليك يا تيتا يا ام الحنيه. يا مسرحيه ايه تيتا؟ دي مسرحيه عالميه في مسرح الغرفه. مسرح ايه تيتا؟ غرفه؟ اه ادفعوا بقى. كم؟ يلا يا حونة بقى، يا حونة يا عيني. والله ما في حنيتها ماما، والله منوعة حلوة بالحلوة بلا زفت يا عقوف. ايه مسرح الغرفة ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا ماما؟ شنكلني. انت هتقف هنا؟ احنا لسه داخلين. ايه ده؟ لما رجلك يا استاذ. كويسة؟ مساء الخير. اليوم، اليوم سوف أعدم. اليوم هو نهاية الحياة بالنسبة لي. كل أهل القرية فرحون مهللون لموتي، حتى أعز أصدقائي يهلل معهم. لماذا يا صديقي؟ لماذا؟ وربنا ما اعرف حضرتك، انا اول مره هنا. ما هو اللي بيسالني بيقول لي لماذا لازم اقول. الموت يحاصرني، اشم رائحته في كل مكان، اريد الماء، لم يعطوني الماء منذ اكثر من يومين. اسود معاك ميه؟ اريد الماء. فضح حضرتك. ميه ايه يا استاذ؟ ميه ايه؟ سيب الراجل يعيش ويندمج كده، انت هتكسر الإيحاء النسبي بتاعه. المسرحية بدأت؟ أيوة. طولش عرفني، لماذا كل هذا العذاب؟ لماذا؟ بقول لحضرتك إيه؟ هو لو الواحد خرج عادي ولا فيها مسؤولية؟ عادي، امشي امشي ما تزقش، امشي محترم. لماذا؟ لماذا يا قريتي؟ لماذا يا قريتي؟ لماذا؟ لماذا؟ برافو برافو. لو تقامت La gente está muy loca. ده انت طلعتي لهلوبه في وقص. انتوا رجعتوا؟ ايه اللي اخركم لغايه دلوقتي؟ المسرحيه بتخلص الساعه 12. اصل بعد المسرحيه اتعشينا بره. اه يعني غدا وعشا بره. الظاهر انتوا ما فهمتوش التعليمات اللي انا عاملاها. الكلاب فهمت وانتوا ما فهمتوش. دي ما بقتش عيشه دي. ايه يا منار، هتتخلي معاها ولا ايه؟ خلي بالك ممكن تساب عليك الكلاب دي، ما عندهاش رحمه. اسمع، قبل النوم تغسلوا سنانكو كويس. حاضر. ورجليكو. حاضر. والهدوم اللي تقلعوها تعلقوها. اكيد هقلقها، نعميها في الشارع. حاضر. يلا غوروا من قدامي. حاضر. لا ما فيش حاجه. خلاص يا تيتا، في نكت تاني تحب اطلعها دلوقتي؟ غور يا واد. حاضر حاضر. انا عماله سايسها وهودها، لكن خلاص مش قادر. انا خايفه الست دي تجيب اخري، ولو انفجرت فيها يا رؤوف قسما بالله ما هعمل اعتبار لحد. يا مناه يا مناه، اهدي شويه يا مناه، مش كده اعصابك. لغايه انت يا رؤوف؟ ماشي ماشي، لحد ما ربنا يفرجها بقى هنعمل ايه طيب؟ وبعدين ما احنا تمام الحمد لله، خرجنا اتفسحنا. هو قصنا ده انت طلعتي لهلوبه في وقص. بس بقى يا رؤوف، مفيش حاجه تقص كده غوفه، رقص صغير رقص صغير. سيبني بقى يا رؤوف عشان انا بجد متضايقه. عذاب الحب، عذاب الحب لله.
ايه اللي بتسمعوه ده؟ بدكوا خيبه في ودانكم. تصبح على خير يا منى، نشوفك الصبح. على الله بقى يا تيتا، اكلي يعجبك. يا بنتي ده كفايه وريحه. انتوا جننتوا ولا ايه؟ كل ده اكل؟ في ايه تيتا؟ يعني حضرتك عارفه ان احنا عيسان وعايزين نتغذى يعني؟ الواحد يعمل صنف اتنين. ما تقلقيش يا تيتا ما تقلقيش، الاكل ده كله باور مصروف البيت اللي انا بديهولك. انت فاكرني يا اهبل انت؟ خايفه على مصاريف البيت؟ انا زعلانه علشان اهمالكوا. بدل ما تشيلوا قرشين للزمن بتضيعوهم في محشي وملوخيه وباميه. ما ينفعش الكلام ده. من هنا ورايح مرتباتكوا في ايدي وانا اللي هديكوا المصروف. ايوه بس ايوه منور منور، معلش تيتا فين بصراحه؟ ربنا يبارك لنا فيكي. تسلم ايدك يا منور. انا عايزه الاكل ده كله يخلص وعلى الله يترمي منه حاجه. ما تحش يا اخويا حش. فجاه فجاه كده النكهه كده وخان غاب ده انا هشنك. هوب انا من واكل. اتفضلي. عين العقل يا رويهان. هم موكلين يا قبض ماهيتهم، حتى اسالهم. اسالهم ده ايه؟ كلامك مصدق عندي 100% يا فندم. بس هم عملوا ايه؟ اتاخروا عليكي في الجمعيه ولا حاجه؟ يا ريت بيعرفوا يحوشوا ولا يعملوا جمعيات. دول مبذرين، علشان كده انا همسك الميزانيه. انا كنت عايز حضرتك في موضوع كده يعني. صباح الخير يا فندم. ايه يا ابني؟ اهلا، ازيك يا تيتا؟ صباح الخير، عامله ايه؟ خير؟ ايه اللي جابك هنا عندنا؟ شغلك ايه يا مروان؟ في ايه؟ مفيش يا فندم، انا بس كنت جاي افكر حضرتك بموضوع السلفه اللي انا كنت مكلم فيها سعادتك يعني. ماشي ماشي. وعايز سلفه ليه؟ صحيح، انت عايز سلفه ليه؟ هقول لحضرتك يا فندم، هو الحكايه كلها بس انه كان في محطه اذاعيه هيفتحوها جديد، فانا كان عندي فيها مقابله مهمه جدا جدا والالاجه فاهم يعني، كنت عايز اجيب بدله جديده يا فندم. انا فاكراك عايز سلفه علشان حد قريبك عيان، عايز تجيب له دواء ولا تعمل له عمليه، لكن عايز سلفه علشان بدله؟ عايز تتمنظر وانت ما حليتكش حاجة؟ جيل هايف. جيل هايف فعلا يا روي هانم. طلبك مرفوض. الله، يعني خصم 5 ايام علشان الهيافة اللي انت فيها دي. فضل. مرسي جدا لحضرتك يا فندم. فضل. ربنا يخليك لنا يا تيتا ويديك الصحة ويطول لنا في عمرك. يرجع مرجوعنا يا هانم للموضوع اللي انا كنت عايز اكلم حضرتك فيه. خير. انا راجل وحداني ومراتي متوفية بقالها أكتر من 10 سنين. مش فاهمة. عايز أقول لسعادتك إن أنا عايز أرتبط بيكي على سنة الله ورسوله، وفرق السن اللي بينا مش فارق. فرق السن يا بجم. وبعدين يا رؤوف هتعمل إيه؟ مناعة عندها حق بصراحة، بصراحة موانع. منو استحملت اللي مفيش زوجة في العالم تستحمله. اسمع رؤوف. الخلفة، الخلفة يا رؤوف هي الحل الوحيد للمشكلة دي. اسمع مني يا حبيبي. الخلفة ديت يا مروان مش عايزة تركيز؟ طبعا. احنا مفيش تركيز خالص، انا زوج متراقب 24 ساعة. اسمع رؤوف. ايه الموضوع؟ اسمع اسمع هو نطش، متكلم على طول. حاضر حاضر. بقولك ايه، انت تروح دلوقتي ورا اخوها في البيت، ها، وتطيب خاطرها بكلمتين خلاص، وتقوم واخدها كده تحت باطك، وتاخدها وتروحوا في اي حته فاضيه ما فيهاش تاريخ ابن تحت الكوبري. تحت الكوبري ايه يا حيواني انت؟ انت بتستظرف. إيه؟ دي مراتي، اخد مراتي تحت الكوبري. يا منار دي ست كبيره يا منار، وان شاء الله كلنا نكبر عشان خاطري، عشان خاطر ربنا يعني، خديها على قد عقلها. والله ما بكرهها يا رؤوف، انا مش عارفه هي بتعمل معايا كده ليه. طب بقول لك ايه بقى، احنا مش عايزين نضيع وقت بصراحه يعني، يعني احنا لسه في عز الشباب. نسيت ان احنا لسه عروسان يا منار؟ في ايه يا منار؟ ركزي معايا شويه. انا وربنا بص بقى، ها ايوه كده اضحك يا منار، شوف هنعمل ايه. منوره بيت اخوك يا منار. ابن حلال يا ابراهيم، كنت عايزك في كلمتين. ابن حلال. قول لك يا ابراهيم. خير. عايزك بصراحه يعني وديني الجميل بقى، عايزك تعمل معايا الصح. اللي هو ايه يا زميلي؟ يعني يعني يا ابراهيم حته لحمه مشويه بقى، حته جبنه رومي. خد مراتك واخلع. ليه؟ نشوه جاي. نشوه بنت منشوه؟ اه. مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. يلا منار، يلا منار. قوم يا بنت، ربنا هات سرك. تعالي بس تعالي بس، مفاجأة مفاجأة منار. مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف.
هنا يا عوف؟ وفي ايه منى؟ هنا ايه؟ ما انت عارفه العيشه في البيت بقت سودا وتيتا. يا اقول لك ايه، ما انت فاهمه، ما تلم عليك يا منى. وبعدين عايزين يعني نقعد نتكلم نحس ببعض يا منى. منى انا راجل وبحبك وانت مراتي، فعادي بقى عادي. بعدين احنا مسيطرين، تقلقيش، سيطره سيطره. احب اقول لك ايه، اول ما اقول لك اوكي ابدأي، ها جاهزه؟ يلا يلا، بوس يا منى، بوس بوس، يلا عادي. قوم يا كابتن. فين؟ انا اسود، انا اسود، انا اسود، وربنا مواطي. انزل يلا وربنا توهيج. ايه يا فندم ده عبيط؟ انزل يلا ده عبيط. ايه حضرتك؟ وربنا مواطي. صدق صدق انت اللي مواطي وربنا مواطي. طبعا مش هصدق. شهود وتلبس، الحمد لله يا رب، الحمد لله. حضرتك في ايه؟ انا مراته، انا مش مشقوطه. ايه يا منى، ايه يا منى الكلام الفاضي ده؟ قدام جوزك انا مش مشقوطه يا فندم؟ الست دي والله مراتي. وبعدين ما انا جيت لحضرتك قبل كده مرتين في دعاره ومخدات، جاي حضرتك في المره اللي ما ينفعش تحبسني فيها وحضرتك مصمم يعني؟ بص يا روف، المره دي هتتحبس بالقانون. شوف انا وانت مستنيين اللحظه دي بقالنا قد ايه، وهي جت لغايه عندنا، عيشها بقى ارجوك، ما تفسدهاش. بكره الصبح هتتعرضوا على النيابه، والنهارده حبته في التخشيبه. يا فندم صدقني انا مراته. في ايه يا عوف؟ مالك؟ مش عارف مالي، حاسس جسمي ساقع كده، مش عارف، مش عارف، شكلي تعبت. انتوا مصممين على الكذب؟ طب فين القسيمه؟ حاضر يا فندم، موجوده القسيمه الحمد لله. طب كلمتي انت، معلش 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 معلش، خلي بالك يا فندم عشان حضرتك يعني ده شكل الناس. الو مساء الخير تيتا، ممكن التيتا يعني هات حضرتك معلش تجيبي لي قسيمه الجواز بسرعه جدا على الاسم لو تقامتي. لا مفيش حاجه، هما بس عايزين يتاكدوا انا دافع مهر كام ومؤخر كام. منظركم ايه قدام نفسكم لما زوج وزوجه يتقفشوا في عربيه في الشارع بذمتكم؟ ما انتوش مكسوفين؟ قال ايه يا ماك عمو؟ اخرس. مش عيب ان الزوج ولا الزوجه يحبوا يغيروا يجددوا؟ مش يروحوا في مكان مشبوه ويتقفشوا؟ خدوا لكم يومين في لوكاندا، سافروا لكم يومين وقعدوا على البحيره. بحيره ايه تيتا؟ احنا عايشين في كندا، فيها في واقعيه شويه بقى. اخرس خالص. الظاهر ان انا سبت لكم الحبل على الغارب، لكن قسما عظما ان تعليماتي ما تنفذتش انتوا عارفين هيحصل لكم ايه. هات هات مفتاح الشقه. ليه خير تيتا؟ في ايه؟ هات مفتاح الشقه بسرعه. اتفضل حضرتك، اتفضل. طلعوا له في جيوبكم. ايه ده؟ ده هتقلبنا منى، ده ما حصلش كده في اسم يا تيتا. بقول طلعوا له في جيوبكم. اتفضل حضرتك، اتفضل. ايه ده؟ هات هات. اتفضل حضرتك، اتفضل. هات كمان. ربنا ما معايا. لا هات كمان. في ربنا ما معايا. اقلب جيوبك اهو. ده كتير تيتا، كتير كتير. ايه لحسن حديك على بوسك؟ خلاص انت مفيش حاجه تنبسني شويه، استحملين. طيب غور من وشي. حضرتك تيتا غور. نام. في حلم معين حضرتك تقولي لي احلامه ولا احلم براحتي؟ شفت الموضوع وصل لايه معايا في شخصيتي؟ امشي يا واد من قدام. حاضر. يا غولبي، شايف عربيه عمك؟ يلا اللهم زلها نعمه ومنحها من الدوام. طبعا يا امه، ما هو من الهبش فلوس السمساره والبنوك والفساد غير فلوس ابويا. اللي يركب عربيه زي دي بقى يا سيد يحس بايه؟ ما تلاقيش عايزه لها سواق قالي. النبي نفسي اجربها. اجربي ايه بس يا امه؟ انا بجربها، اجربها والنبي يا ناس، نفسي اجربها وبت واجربها. ما تحرميش نفسك يا امه. سمو الاميره حنيفه، اتفضلي. يا خرب بيت، حد عمل لك حاجه؟ ايه ده؟ مالكوا بقى العربيه؟ انتوا اللي بتركبوها يا شحاتين يا فاره. ايه يا امه ده؟ انت امه؟ امه هو اللي سيدها يبقى له امه. بطلوا حقد بقى، بطلوا حقد بقى، خلوا عندكم روح رياضيه، سيبوا الغلابه الاغنياء يتمتعوا بفلوسهم. انا مش عايزاك تضيع وقتك معايا، وانت هو وقتك ملكك. ايه ده؟ العربيه بتولع. اجري يلا. بيرفكت، هايل هايل. كل الترتيبات جاهزه يا فندم، ان شاء الله نستقبل خبر استقبال تاريخي. باربي يس داد. انا عايزك تاخدي الجروب ده وتعملوا لهم فسحه اثريه، توديهم كل الاثار، كل الاثار. فاهمه ولا مش فاهمه؟ اوكي داد، اوكي. يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، تعاوننا مع الشركه الاجنبيه دي مهم جدا، هينقل الشركه بتاعتنا نقله فظيعه، لان عندهم تكنيك في الزراعه ما حصلش قبل كده. انا اسفه يا فندم على المقاطعه. ايه في يا بنتي؟ في واحد قاعد بره بيقول ان حضرتك تبقى عمه مع واحده ست شكلها غريب قوي. ده انا عندي عمه وانا ما اعرفش. اسكتي ما تقلنيش، هقول لك كل حاجه بالتفصيل بعد كده. الطعيهم الاثنين في الصالون لغايه ما اخرج لهم. نفسي اخد الانتري ده معايا وانا ماشي بدل الكنبه اللي قطع من الضهر. اول مره اشوف كرسي بمساعدين. عاجبك كده يا اما؟ اهو القطعنا زي ما يكون مستنيين زكاه المال، والمال مالنا يا ابني. احنا مالنا ومال الكلام ده؟
يا ابني ورحمه ابوك بقى لا تساير وخلي الموضوع ده يتم على خير. انا خلاص ما بقتش مستحمله. خلاص يما هعمل اللي انت عايزاه بس وحياه النبي ما تعيطي. ربنا يا ابني يصلح حالك يا رب. انت قلت لي اسمك ايه يا ولد؟ ياما اتهلكتي ولا ايه؟ مش عارفه مين مش متظبطه خالص النهارده، يمكن عشان خرجت من غير ما اخد الشاور بتاعي. شاور؟ خلاص ياما نخلص ونطلع البسين. وري منك ياما. اهلا وسهلا. ازيك يا ام سيد؟ ازيك يا سيد؟ منورين. تشربوا ايه؟ متشكرين، مش جايين نشرب. انا هاخد واحد زبادو فراوله لو سمحت. هاي انتي، هاي. I feel happy to see you and you. I feel happy from my heart. هاي. يا حول الله يا رب. دي بنتك يا حسب يا صلاح بيه؟ يس انتي الماني. يا ربنا. وانا خالتك حنيفه، وده ابن عمك محمود الجمال. Really? It's nice. ونعم الخلفة يا فكري بيه. دي بنت أنهار؟ أنهار مين ده؟ لا أصل طنط حنفية تحب تهزر قوي. لا أنت لسانك بينقط سكر وعسل يعني بالنسبة للحنفية وكده. خلاص نخش موضوعنا على طول. احنا مش عايزين نعطلك، أنا جايبة لك سيد عشان خاطر إذا كنت تشوف. أيوه هشوف له شغلة، بس أشوف قدراته الأول. لا ده يعجبك قوي، ده ما يبطلش قرايه ليل نهار. يا سلام، كسيبه صنايعي. شغال عندك في المكتب يا دان. Do you know how to type? Do you know how to use that typewriter? I have two eyes and I can see. When I go to school by taxi early. خلاص انا هشغلك في المكتبات عندي، بس على الله تنفع. انت تشغلني صدى ولا احسان؟ بس يا سبق وقلت لك ان جدك الله يرحمه كان بيع لي املاكه واراضيه بيع الشرعي قبل ما يموت، لكن انا ما قصرتش معاكم، قمت بالواجب. لما لجأتولي اديتكم شقه ما تحلموش بيها، وديني كل شوية مستحمل صداعكم. طب ما نجيب ورقة ونتحاسب. بس يا أحمد اسمه سيدي دان. سيبيه بقى، أنا هشغلك عندي بس على شرط، لازم تعرف حاجة عني. أنا الوقت عندي بفلوس. ربنا يديك على قد نيتك يا جورج بي، ويفرحك يا رب بست بارتي. إيه بارتي؟ بارتي إيه اللي بتقوليها دي؟ باربي. اسمعك باربي، باربي انا عايزك تاخدي سيد تنظفيه وتلبسيه وتخلي مظهره يليق بالشركه. وماله مظهر يا باشا؟ يعني ما هو بسم الله ما شاء الله هو زي الفل يعني. ما تقطعش برزقك هاد الكسي يا معفن. Don't worry dad, don't worry. I make him look so great. And I think that I don't work a lot because he is handsome, he is smart, he is a good looking. Please trust me. هي الترجمه هتنزل امتى؟ صورة جمال الباكي. اتلي وطي حسك لا تصحى. اتلي شوف قد ايه جميله ورقيقه، ومع ذلك حزينه حتى في احلامها. والله ومالك صحت كده ليه؟ يا ريتني اقدر امسح دموعها واقول لها ان حرام رموشها تتبالي، وافهمها ان خدها ارق من انه استحمل. يا ابني هو في ايه؟ هو انت ما عندكش غير الفيلم ده تشغله؟ ما هو انت لو عادي ماشي، انما انت بتقلب معاك بغم اول ما سامي رستم بيدخل وبتقعد تعيط وتصح من عينيك بقى، وانا المواجع مش ناقصه. مش حرام عليكي بقى، حرقتيلي الفيلم وطلعتيني من احلى لحظه في حياتي. طب بس قوم بس كده نور لنا على شريط فيديو شغله لنا كده لستيفن السيجال. في ام بتتفرج على ستيفن السيجال؟ مال راجل جد وكشر وماشي كده. انا اللي امشي كده؟ ارجوك يا امه ارجوكي. عندما يميل كرسي الشمس بين الاطلال. الله يبارك لك، لا تذكريني. بذكرك على ايه يا معافي؟ جمال النايم ولا الباقي؟ هسميها كاسفه. طب خد اقول لك، خد يا ولا اقول لك. روح استريح في الكابينه. طب خد غير لي، هات لي الايه ارشين الرياضيه، ده فيها ماتش السبورتنج لشبونه وملضيه مهراه. يخرب عالك يا سايب،
ما عرفتكش. ايه رايك يا عم يوسف؟ بذمتك مش لايق في العز؟ طول عمرك ابن عز يا ابني. الله يخليك. بس العز عمره ما كان باللبس. ايوه يا داليا، بس المظهر مطلوب برضه. مين قالك ان مظهرك كان وحش؟ اوعى شغلك مع عمك يغيرك يا سيد. ايه يا عم يوسف؟ مش انا طالع على الشغل، اتكلنا على الله. سلام يا اولاد. سلام. انا ما رحتش الشغل ليه؟ لا انا اتاخر النهارده شويه، اصل رايح الجامعه الاول وبعدين اطلع الشغل. ليه هتقدم طلب يرجعوك؟ يرجعوني فين يا بنتي؟ انا من ناحيه الجامعه دي فقدت الامل. انا رايح عشان جوان، وحشتني قوي، وبعدين بصراحه نفسي تشوفني وانا كده، حاسس ان هي هتنبسط قوي. لا ما هي هتتبسط، ما هي زيك مؤمنه ان المظهر مطلوب. بقول لك ايه؟ اوعى تفتكر ان انا بحب جيهان عشان حلوه، ولا عشان زي القمر، ولا عشان ابوها رجل اعمال، ولا معاه فلوس، مش عشان كده خالص. الحب اسمى من كده يا بنتي. انا مش عارفه انا بحبها ليه. بكره لما تحبي هتفهمي معنى كلامي. لا بكره انا هحب وارا. انما ما قلتليش هتدخل جامعه ازاي؟ جامعه دي لعبتي، دي اسهل حاجه عندي. طب تقدر تقول لي انت لو رحت تقابل اهلي هتقول لهم ايه عن نفسك؟ هتقول لهم شعر برضو؟ لا اروح ارقص لهم اكيد، مش هقول لهم شعر، بس انا عندي امل في بكره. اللي هو ازاي يعني يا فالح؟ انك تاخد جائزه نوبل في الشعر؟ لا نوبل في الزيت. انت غلط حطميني. انت بتعمل ايه عندك؟ وايه كوم الزباله اللي حواليك دي؟ دي بتنجان يا باشا، اتفضل بسم الله. ارموه بره الجامعه وشوفوا لي مين اللي دخله هنا، ولفوا لي الاكل ده، حرام الاكل ده يترمي. ايه يا بابا الطريقه دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح. ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده، مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا، ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكس اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا، احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه، سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزل؟ مشاري واسع. هتلاقي امك اللي جايبها لك يا راجل يا حمار. استنى عليا انا هوريك. انت رزق ليه يا اخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، مشاريع واسع قدامك. انا حمار؟ طيب اقل واجب لما تخش عليا الدخله دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين عربيه المولد اللي انت راكبها دي مش عاجباك العربيه؟ تبقى حمار. بابا حمار وسيء جمال. بابا مش عاجباك العربيه يا شباب؟ ما كترش الكلام، هتفتحي الجاكيته. ما تغلطش فيه، خليك بعيد. ما كترش الكلام، خليك بعيد عشان الجاكيته ما تكرمش. انت لازم تتربى بقى. وريني رخصك يا بابا. تتطحن انا ترزح. ايه 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 انت بتدي لك على ايه؟ ايه ايه تيمور. تيمور 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 تيمور. انا لا كان معايا واحد قصير بس مش عارف راح فين. كابيب يا بابا. بابا انت تيمور يا انا للاسف. تيمور يا بابا. اخبار الخلانوسه ايه؟ مسافره بس انا اعرف انها في اسكندريه وطنطا. مسافرة برا مصر. لو كانت موجودة هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بقى امرها. خدي ورش شوية المية على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. حاضر. ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزة؟ عاملة ايه معاكي لوزة يا ست هاني؟ حلوة يا اخويا زي الفل، ما تتخيرش عنك. ايش برا البيت؟ الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما يا ماما جايه لك يا نوال. ايش 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 برا 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 برا. عايزه ايه؟ مين اللي جاب بشاندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر. يا بابا ما تقولش كده، والله ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضربه ما استحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا قلت جوه همشي. ده بيني وبينك بابا. بابا احنا نخش الزباله دي. الزباله انت عارف مدفوع فيها كام؟ ايه ماما انت عايزه تفضحيني؟ خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده اتفضلوا. انت البوليه يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي.
اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ ما اعرفش، يمكن واحد من قرايبه. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله، انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. طنط ازي حضرتك؟ الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك، انما كفل الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم، خناقه بسيطه في الشارع، بس بابا ضرب الناس بفترة. بس ده وشه متدمر خالص. اه، ما حريك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني، بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا الطره بده فقلقنا شويه. لا ده بشندي. بشندي بشندي ده بركه البيت. زي ما يا بابا. يا بابا عيني يا حبيبي. يا انت عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هارب بترش ملح علينا ليه؟ الله، لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بيننا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي، معلش. احرقني يا حبيبي. ما رضيتيش علينا يا هارب. ربك كريم، هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار، نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال، بنتي نوال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك. ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه، حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مفيش، سلامتك ولا حاجه؟ سلامتك. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه ايه البدله دي؟ بدلة؟ انت لسه شفتي حاجة؟ مبهورة بالبدلة دي. منور يا عم. الله يخليك، انت منورة ما شاء الله. قمر بدري منور. اصدر اصدر من العين يا عم. احنا طبق فول، ايه اللي بيعمله ده؟ ما رضيتيش علينا يا هارب. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله، الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى، انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا بشندي؟ المكتوب مكتوب، واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي فيكوا ده يا نوال؟ تيمور ولا كلمه. استهانم، عقبال ما يجي لك الرد تليفون بيتنا عند بنتك هريانه تليفونات ليل ونهار، اتصلي بينا. يلا يا بابا ما تكلمش في حياتك. ولا كلمه قدام. يلا معلش يا عمي انا اسف. شاكرين قوي يا نوال، جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح، شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيتنا جنين. احنا علينا في المنطقه كلها. ايه خير يا بشندي؟ ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هانم. أنا قلت والله إنه لا يجوز. الولية حماتك دي دماغها ضربة. يا بابا أنا مالي ومالها، أنا أتجوز بنتها. بابا إحنا بقالنا ساعة بالليل فمش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه أنا ومرحومة أمك يوم خطوبتنا. ربنا يخليك حبيبي. أنا لما كنت عاوز أبسط أمك وأفرفشها وأدلعها كنت أعزمها في المطعم ده. كل يا تيمور. كل يا ابني. داخل على جواز محتاج ترم عظمه. اللحمه حلوه قوي بابا، كنت بتجيبني ليه من زمان؟ هو الحاج جوده ده سهل، ده بالحجز يا ابني، انا حاجز لك دي من اسبوع الترابيزه دي. ربنا يخليك يا بابا. بس ده راجل كريم قوي، بص الريشه قد ايه؟ انا عمري ما شفت ريشه كده. هو عيبه انه غالي، بس الغالي ثمنه فيه. يا بابا انت هتقتلني عشان انت اللي هتدفع؟ يا ابني انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقول لك يا بابا بعد اذنك، ممكن بعد الخطوبه بعزم نقول امها هنا؟ امها لا. نوال في عينيا الاثنين. طب والنبي يا بابا انت ما بتاكلش، خد من ايدي دي. يا ابني كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه؟ ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي اللي هتاكل حته. انا عندي كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطمع ولا اطمع؟ ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعظم القوم. اعظم؟ قصدي كبارات البلد بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. اكل ستايل بصراحه. مش كده؟ اه والله. مراحة فين كده بابا؟ تلاقيهم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا، هياكلوا على الواقف جوه. والنبي يا بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي. انت والله انت متهلك. بتكسفني يا طب دي اطرى من اللي معاك. طب امسك بس. هم يا قدامي يا باشا. ده لحم خلفان مطبوخ في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير؟ الحمير دي بسميها في الدليفري. دليفري؟ بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير.
مالك يا بابا؟ صبر عليا مرحوم امك واكلتها هنا كتير. يس 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 يس. شاكرين على العشوة الظريفة دي يا بابا، إن شاء الله تعمل لنا على الغدا بكرة صينية كلاب. يعني أنت أكلت لوحدك؟ ما أنا واكل يجي نص حمار. ماشي ماشي. اتفضل. يوعى. اتفضل. ما تغيرش عني أنا فودة 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 فودة. فودة إيه وزفت إيه؟ إيه الهزار الماسخ بتاعكم ده؟ ناقصكم أنا؟ حرام عليكم. طالع معايا ولا هصيع مع الفشلة دول؟ هيصيع مع الفشلة دول يا عم. طيب هات لي معاك فوار. حاضر يا بابا سلامتك. ايه الاستهبال ده؟ فوق انا اموت فيها يا عم. بنهزر. بقول لك ايه؟ ايه؟ اطلع هات الكونترباص. ليه؟ عندنا حفله بكره. تتكلم بجد؟ ايوه. مية مية. بابا وحياتك ابعت لي كونترباص. وحياة اميره يا حاج. لو انت عندك محامي يا حاج انت تقدر تتظلم. حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص يا عم يوسف، حقه حقك عند ربنا. يلا حبيبتي هات حبيبك وانت تعالي على جوه. وانت ذنبك ايه بس يا طنط؟ احنا هنتصرف. تصرفوا في ايه؟ ده انتوا هتنورونا لغايه الغمه دي ما تنزاح، ولا ان شاء الله حتى عنها ما انزاحت احسن. اقعدوا معانا ولا ما تقلقش يابا، انا هشتغل واصعد وهنقف على رجلينا من تاني. ما تقلقش. ادي اخرك الفرجه على المسلسلات. رجلينا ايه اللي هنقف عليها؟ يلا يلا، ده هيبقى لب وسوداني وسقع وسخن للاتي قدام التلفزيون وهتبقى عسل. يلا يلا يا جنوش. أما أما إيه ده؟ إيه يا سيد؟ في إيه مالك؟ انتوا اللي جابكوا دلوقتي؟ يظهر إننا جينا في وقت غير مناسب. آخر حاجة كنت أتوقعها أمي وعم يوسف. أنا طول عمري ما مستريحش للراجل ده، وكنت حاسس ان نهايته هتبقى على ايدي. ده علم يا استاذ الله. وليكوا عيب تضحكوا للدرجات دي؟ الخطيئه غيرتكم. عملنا لك ايه عشان تبرمغي شرفته في الواحد؟ انا مش قايله لك من ساعه استر نفسك؟ اجل وكمان بقاله ساعه قالع. انا قلت لك خليك كلام السكك تتكلم علينا. وكمان بتضربيني بالقلم؟ انت ظلمه. ايوه ظلمه ظلمه. وناقص تقول لك ان عم يوسف يبقى باباك. لا مين سايب؟ الحمد لله على السلامة. استغفر الله العظيم، هي حصلت لي كده؟ ايه يا اما انت اجرت شقة مفروش ولا ايه؟ عدل! ايه يا باربي؟ حرام عليكي، انا مش ممهد. ابي مهديني الاول عشان اشوف النيو لوك اللي فوق راسك ده. واي داد؟ اتس سو كيوت. اسكتي اسكتي يا باربي. قولي لي عملتي ايه مع الفول السياحي؟ التور بتاعهم جاهز يا داد، هوديهم مدينة الاسكندرية، مدينة الاقصر، مدينة أسوان، مدينة الإنتاج الإعلامي. مالك في إيه؟ الله يخرب بيتك، جبتي لي ضغط عالي وواطي مع بعض. بقول لك إيه؟ قولي لعمك سيد يجي لي فورا. أنا خلاص، قولي له بابا سامحك. هسامحه عشان أنا حاسس إن أنا ظلمته، وهعينه ورقيه وأخليه مرشد يطلع مع الفوق السياحي على مزارعنا هناك. وجيب يجيب معاه الواد الواد ده الهيلف ده اللي اسمه أبو عايدة. أبو رامي ده. رامي عايدة الاتنين عوانس. مركز في الكتابة. كتابة ايه؟ انت مركز في الكآبة يا عم. تيجي تلعب معانا صلح، هنلعب انا وانت وباربي. انت طبعا. لا مش انا. يبقى انت طبعا. طب تاني وانا هعرف مين. تعال ظروفها كف انت سريع. حاضر يا براوي، اهو انا جاي اهو. اكيد انت. لا يبقى انت. امال مين بس؟ What are you doing يا براوي؟ This is a Egyptian game يا خواجة. His name is صلح. Is it a funny game? Funny, it's very funny. Come to play with us. Why don't we have a game like this in Israel? Israel? Israel?
ازاي اكلم طنطك بهيره بالصدفه تقول لي ان رومان مات؟ يا تيتا وربنا كلمت حضرتك التليفون كان مقفول. ما انت لو كنت بتتكلم يا حيوان كنت عرفت ان انا غيرت النمر من 16. يلا خد دخلهم العربيه. حاضر. يلا صباح حضرتك. اتفضل حضرتك. قول لي يا ولد. هو ماتت. مين اللي خبط العربيه؟ ربنا الله الله يرحمه. امان امان ربنا يغفر له ويسامحه. الله يرحمه. قول لي هو رمان مات ازاي؟ والنبي يا تيتا السؤال ده ابوك يعني بعدين يعني ادينا حقه وكلاب لو تقام لو تقام. نورتي مصر يا تيتا. اخرس انا روحي في مناخيري. عطلوني في الحجر الصحي عشان خاطر الكلاب. قال عملوا كل حاجه في البلد ونظفوها وخايفين من الكلاب. انت بتخاف من الكلاب يا ولد؟ لا حضرتك لا. انا بستغرب جدك لغايه النهارده ما جوزكش ليه؟ انا ياما قلت له كنت عامله حساب اللحظات. وتيتا حضرتك ناويه تجي على المانيا امتى؟ انت تخرس خالص. مفيش حاجه انا بقول لحضرتك مستعجله الف وضع مطار. اخرس. خلي ابو سليمان يجي يساعدك في الشنط. ابو سليمان مات الله يرحمه ويحسن اليه ارتاح. في سليمان دلوقتي يا سليمان. ما هي حضرتك يعني زي ما انت عارفه اجيال بتسلم اجيال يا تيتا. يعني مفيش حد بيبقى قافش فيها على طول يعني. الحمد لله على السلامه حضرتك. الحمد لله على السلامه. اهلا يا هانم. الحمد لله على السلامه. كبرت يا بجم. انا سايباك وانت عندك 15 سنه. صح طول العمر ليك يا هانم. ابو البيت ما شاء الله. الله العماره بقى حالتها زفت كده ليه؟ عندك حق يا تيتا زفت. سليمان. نعم يا هان. عايز اجتماع مع سكان العماره في اسرع وقت. حاضر. سمعت ولا ما سمعتش؟ سمعت. اتفضل يا تيتا حضرتك. يلا جوبل. اتفضل يا تيتا. اتفضل العماره نورت. مصر كلها نورت. الله انت سايب التلفزيون مفتوح؟ اوعى كده اوعى من قدامي يا ابني. ليه يا رؤوف؟ انت ليك في العتاقي؟ دي هتبقى مذبحه يا شيخ. مذبحه. ميزة بس يا رؤوف. ماي جاد. جرايه يا موز. بدخل مع صحباتي. اخس عليك يا فايم. جوبل سعد. الست دي كدابة. اخلصي. قصدي ما تتكلميش غير لما اقول لك يا شوية. يا راوي هانم الموضوع مش بالسهولة اللي انت فاكراها ديت. يلزم له أدلة وشهود. يعني حضرتك صورتي الواقعة بالموبايل مثلا؟ أصور؟ أصور إيه؟ قلت لك شفتهم بعينيا دول. أنا مش منقولة من هنا إلا ما تدخلهم كلهم في التخشيبة وتدور على النادل اللي هرب وتجيبه هنا. يا مدام راوية أنتوا مش بتاخدوا في ألمانيا المواضيع ببساطة برضو؟ شعرفك إن أنا كنت في ألمانيا. ما أنا والأستاذ رؤوف عشرة قديمة قابلته في لجنة قبل كده هوت وهو سايق عربية حضرتك. تبقى أنت اللي خبطت عربيتي. شكا واحد ظابط. حضرتك جبت من الآخر بصراحة. ممكن كلمة على مفاض؟ ثانية بعد إذن حضرتك. اتفضل. يا مناو النمر غلط. حد الظابط انا بقترح على حضرتك يعني ترميني في التخشيبه من هنا للصبح نقعد بقى في التخشيبه نفكر في اي جريمه. وبعدين هنفكر ليه؟ ما الجريمه موجوده. انا المسؤول عن اللي حصل في الشقه بالبنات دي كلها. ايه راي حضرتك؟ لكن مروح انا مش عايز اروح. عايزك تتاكد تماما يا رؤوف ان الظابط لازم يطبق القانون ويحافظ على المواطن. وانت عارف طبعا ان الظباط دول اخواتكم وقرايبكم. وانا كان نفسي اساعدك واحبسك. معلش يا رؤوف خد تيتا وروح. ارجوك مش عايز اروح. اتولدت قصير وقلنا ماشي يمكن يكون ده حافز ليك عشان تبقى حاجه. بيقولوا الدكاتره ان القصيرين دول عندهم ذكاء خارق لكن انت طلعت اهبل. دي حاجات بتاعت ربنا يا تيتا مش هنتدخل في شغل ربنا. طلعت عينينا في الدراسه ونجحت بالعافيه وهو بقى عندك 40 سنة ومعرفتش تعمل لا بيت ولا أسرة. سبحان الله تيتا حضرتك فتحت الموضوع اللي أنا كنت عايز أجرجع حضرتك فيه. يعني إيه هو يا ولد الموضوع اللي أنت عايز تكلمني فيه؟ حضرتك حضرتك تيتا حضرتك بس مش عايز حضرتك تتعصبي عشان الجو مش ناقص توتر زي ما حضرتك شايفة يعني. وبعدين عشان أعصاب حضرتك. في إيه تيتا؟ إيه اللي قلب الصورة دي؟ حضرتك إحنا قلبناها عشان نحافظ عليها يعني. دي صوت حضرتك. دي صوت حضرتك. تعدلها دلوقتي حالا. حاضر. وبعدين تنظف البيت ده اللي بهدله صاحبك الصايع اللي هرب.
وبعدين تتخمد عشان هنصحى الصبح بدري نروح نزور رمان. تيتا تتهاوية تتهاوية. موتت فين الغفير الزفت بتاع المدفن ده يا ابو ربيع؟ ابو ربيع. ابو ربيع مين يا تيتا؟ ابو ربيع الله يرحمه مات دلوقتي، في ربيع ابنه ما شاء الله قايم بشغله. ما هي اجيال بتسلم اجيال يا تيتا. اهو ربيع ده منظر مدفن ده، يعني الشوارع مش نظيفه قلنا ماشي، ناس قبل تعيش في القذاره قلنا ماشي، لكن خلاص ما عدناش بنحترم لا احياء ولا اموات. الله يرحمك يا عمان، الله يرحمك. ما تسترجل يا ولد، اللي زيك في ألمانيا رئيس وزارة، يعني بيحكم بلد بحالها. هنا ما بيدوش فرصة حد يا تيتا، حضرتك عارف. اخرس خالص. حاضر. اسمع يا ربيع، أنا هاجي الأسبوع الجاي وهبص على المدفن، إذا ما عجبنيش هدفنك هنا. سوري يا تيتا، بعد إذن حضرتك. يا ربيع فوق يا ربيع فوق. أنت تخرس خالص. حاضر يا تيتا. يلا نجر قدامي. حاضر. نجر. سوري. ادعك كويس، ادعك كويس. حاضر يا تيتا، بدعك اهو. البلاوي تيتا، كنت عايز اكلم مع حضرتك. روح افتح الباب. حاضر. افتح الباب. حاضر بس، حاضر. اتحرك. حاضر يا تيتا، صابون في ايدي. رب ارحمنا بقى. يا نهار اسود. ازيك يا حبيبي؟ وحشتني قوي. الحمد لله يا منى. ازيك؟ انت عامله ايه؟ ايه، انا مش هدخل ولا ايه؟ مش تدخلي يا منى، مش تدخلي، اصل يا تيتا خرجت مش عارفه قاعد فين، وبعدين لو جت ولقيتك لوحدك معايا شكلك هيبقى قاضي قوي يا منى. مين يا رؤوف؟ انت بتضحك عليا يا رؤوف؟ انت ما قلتلهاش ان احنا هنتجوز صح؟ لا لا، مش هقول يعني. استنى استنى شويه يا منى. انت ناسي ان فرحنا فاضل 10 ايام؟ هتفضل لغايه امتى جبان؟ مش عارف. مش على الباب يا رؤوف. لا تيتا، ده الزبال ده ياخد شهيه يا تيتا. سوى منا سوى، مش هقدر بالك، مش هقدر بالك، مش هقدر بالك. رعد جوبلز في الزوم، جيب طبقك يا حيوان. حاضر يا تيتا. عامله لك بقى شوية مكرونة بالخضار هتاكل نفسك وراه. أنا عارف إن هو يوم زي الزفت. حضرتك عارفة إن أنا بكره المكرونة دي. هتاكلها وبعدها بقى هتلبس وتتشيك علشان هنروح عند طنط بهيره، فاهم يا حيوان؟ تيتا سو يعني سو، انا اسف يعني. مش ملاحظه حضرتك يعني ان الكلاب بتنتهيهم باساميهم، وانا طول الوقت حيوان حيوان. اذا كنت انت حيوان ربنا ما نواك عنك ما تفح، اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. مش قلت لك يا بهيره هانم، سالي مش ممكن تنسجم الا مع كلب الماني زيها، الدم بيحن. بقول لحضرتك ايه يا تيتا، هو ينفع كلبه مصريه تتجوز كلب الماني عادي يعني؟ اخرس. ده احنا جبنا لها كذا كلب عضتهم وعورتهم، تصوري. لكن شوفي منسجمين جدا مع بعض. هاي يا طنط. هاي يا حبيبتي. انا فيروز. اهلا يا فيروز، كبرتي. ده انا سافرت وانت لسه بتلعبي في الجنينه. رؤوف فاكر فيروز؟ مش فاكر حد. فيروز مضيعة وقتها كله في القراية والعزف على البيانو والنت. ما شاء الله. طيب ما تعزفي لنا حاجة من شوبان يا فيروز؟ طبعا يا طنط. رؤوف برضو بيعرف يلعب بيانو. ما بعرفش ألعب ولا عايز ألعب. قوم قوم يا رؤوف. ما بعرفش يا تيتا. قوم يا رؤوف، قوم العب. أنا زهقان. قوم يا حيوان. بعد إذنك يا طنط. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. شك. فين البيانو ده؟ اهو. فين؟ اه استغفر الله العظيم. هوب بيانو اوف.
ايه المذكره زي الزفت دي؟ ايه ماشي عشان عندي صداع اساسا، خلينا قاعدين شويه وهنمشي انا والتيتا ان شاء الله. احسن. ايه يا برنس؟ برنس؟ على فكره جدتي وجدتك دول بلح. بلح؟ حوار جواز الصالونات ده بطل من ساعه ما عمرو دياب كان بيعمل حفلته في العجم. اه ما تهميش ما تهميش، القعده دي مش لجواز ولا بتاع، ده هما شويتين كده بيشوفوا الكلاب ونتكل على الله. ايه يا واد؟ انت رؤوف وحنين كده على طول؟ ما تضم كده وخلي العداله تاخد مجراها. يا نهار اسود ومنيل على المفاجاه فوز. ايه الكلام اللي مش لاقي ما اعرفش بيكوا ده اصلا؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله؟ انا اللي بقوله؟ لا انت شكلك مالكش فيها بقى. طب بص انا اسمي على الفيسبوك. انا ما عنديش فيسبوك اصلا، وجاي ورا شويه واتكلمي بصوت عالي عشان احنا شويه وهنمشي من عندكم، واحسن المصحف قوم افضحك قدام ستي هي فكاكي شايفه. يا روحي عليهم يجننوا. لايقين على بعض هما الاثنين يا حبايبي. بطل بقكوا يخرب بقكوا. لا انت شكلك كده عايز تفك. ما تيجي نضرب جونتين في البلكونه يمكن العلاقه تتطور. انت بتشرب مخدرات؟ ايه مخدرات تتطور؟ ولا انت هتخيب ولا ايه؟ لا ما تقطعيش في كلامي، ممكن ما احتمكيش. لا ده انت مالكش في الطيب. احتمي نفسك وقت تفتكيني طيب. الله ما شاء الله، انتوا انسجمتوا قوي مع بعض ما شاء الله. ما شفتش اظرف ولا اوائم من الانسه فيروز بصراحه يعني. بس خلوها يا عين مسكينه عماله تشتكي ما عندهاش فيسبوك، خليها تدخل يعني تدخل في الحياه بتاعه النت اللي فاصلنا ان شاء الله عشان تدودح شويه. مش معقول كسوفه، مش معقول. يلا يا تيتا، يلا يا تيتا، نتوكل على الله من هنا. اذا كانوا الكلاب عملوا حاجه غصب عنهم فانا ارفض. اتجوزت من ورانا يا ولد. وربنا ما حصل يا تيتا، وربنا ده انا تبيت حضرتك. عامل كده ازاي يعني؟ هو حضرتك انت يا ولد انت. حاضر يا تيتا، هو مجرد تعارف، تعارف يعني. اصل منى دي زميلتي في الشغل، وزي ما تقول حضرتك كده بصراحه يعني انا رحت وقعدت مع اخوها، قعدنا في البيت يعني عادي كرجال قاعدين مع بعض يعني. ايه خلصني. حد ما حضرتك عمال زعقيلي وده عمال يعمل لي. اخلص. حاضر حاضر. قعدت مع اخوها وورينا فتحه. ايه؟ وريتوا الفتحه؟ انا وباين من ورانا يا هبل. واللي اسمها منار دي ابوها بيشتغل ايه؟ الله يرحمها ويحسن اليها. وامها؟ الله يرحمها ويحسن اليها. اوه وجدها؟ جدها بيعمل ايه؟ جدها يعمل ايه؟ الاثنين الله يرحمهم، وهو كمان الله يرحم الله يرحم. ايه العيله دي؟ لا يا تيتا ده ليها اخ اسمه ابراهيم. يا تيتا لو شفتيه ابراهيم طيب طيبه زي الامهات. موهم، عفوا موهم. والمرهم ده بيشتغل ايه؟ خلصني. ابراهيم ابراهيم بيشتغل. انت حد يا تيتا؟ ابراهيم بيشتغل في الديكور، يعني بيعملوا الديكورات. حيوان. انا ولا ابراهيم؟ انت طبعا. هو في حيوان غيرك؟ شكرا يا تيتا. ممكن نعم ممكن اقوم عشان حاسس ان هيغمى عليا. يلا في 60 داهية. تشك اب. مش عايز اشوف خلقتك. حاضر. لو تقامت، لو تقامت شوية كده ولا كده. الله يسلمك. الله يسلمك. بتعرف الاشكال دي منين يا ولد؟ يا تيتا انت عارف حضرتك الناس اللي بعضيها والمصريين بيحبوا يعني يسلموا على بعض. حيوان. شاكرين قوي. اتفضل حضرتك. اهلا 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 اهلا. وانا اقول الحاله منوره اللي زجاج زروق. الله يخليك يا معلم. زجاج زروق شكرا. منور الدنيا. الله يخليك. ايه الحلاوه دي؟ الله. لا ما اقدر ما اقدرش. مش هقدر. مش هقدر مش هقدر. سوري سوري. اتفضل حضرتك. اتفضل. طب تعرف الناس دول كلهم منين؟ يا تيتا ما المصريين كلهم يعرفوا بعض. يلا يلا. حضرتك حصلت لنا البركة. أحب أعرفك بالعيلة. أنا إبراهيم مصلحي، والباشا المتوج ده الأنسة منار مصلحي أختي، موظفة كبيرة أوي في سوبر ماركت كبير أوي، شغالة مع رؤوف. أكيد حضرتك عارفة يعني. أما أنا بقى وأعوذ بالله من كلمة أنا، أسطى نقاش كبير أوي، أسطى نقاش من اللي بيتعدوا على الصابع إيد العشر. نقاش؟ بلاش تواضع يا إبراهيم، ده إيده تتلف في حرير. جرايه يا حاجة، وماله النقاش لا مؤاخذة. أنا ما قلتش حاجة، الشغل مش عيب. بس انا متاكده ان انا شفتك قبل كده. جرايه يا رؤوف. حضرتك يعني يخلق من شبه بعين، كل الناس تقول كده صح ولا لا؟ وبعدين حضرتك اصل ابراهيم يعني ملامحه مصي قوي، مصي قوي. يا تيتا ارجوكي خلينا نركز في الموضوع اللي احنا جايين له. احنا جايين نخطب البنت دي، مش جايين يا تيتا نشبع البشر. عموما الراجل اللي انت عايز تجوزه اختك ده راجل خايب،
ما يعرفش يشيل مسؤولية نفسه. إذا كنتوا عايزين ترموا بنتكوا جوزوها له. يا تيتا أرجوكي خليكي محضة خير لو تقاومت. لا مفيش خير، خير إيه؟ أنت عمالة تبيع وتشتري فينا ليه؟ جرايا وليا. وليا؟ بس أنا عرفت شفت البقف ده فين؟ بقف يا أخي، ما تحترمي نفسي. لا يا جماعة صافة منار. إيه بلاش مشاكل يا إبراهيم. صلى على النبي تتسلم. حيوان، قدامي يا حيوان. قدامي. عرة. عرة عرة مين يا تنعادي؟ إبراهيم بس بقى. خلاص يا منار. البنت دي مش هتتجوزها. حظك قليل طول عمرك. عايز تمرمط اسم العيلة يا حيوان. عيلة إيه يا تيتا؟ ما العيلة خلصت، ما فاضلش غير حضرتك وعبية دي. اتفضلي. دور. استغفر الله العظيم يا رب. هو في حاجه يا صروف؟ حضرتك ليه دي جدتي ليك فينا يا حضرتك؟ انا بطمن بس. ما تطمنش بس الفضول، بحبش الفضول لو تقام ناس. يا مش هقطع شقط اللي بتشكي او بتحرجني على فكره. معلش معلش معلش. انت ايه اللي جابك؟ انت مش مبسوطه انك شفتيني ولا ايه؟ لا مبسوطة بس ما كنتش متوقعة ان اشوفك يعني. اصل بصراحة وحشتيني، قلت اجي بنفسي بقى عشان اعرف رأيك في القصيدة اللي كتبتها لك. اصل بصراحة تعبت فيها قوي وكتبتها لك بدم قلبي يعني. ايه ده؟ هي داليا ما رجعتها لكش ولا ايه؟ انت ما خدتيهاش؟ لا طبعا، وبعدين انا كنت باخد منك الحاجات دي على سبيل الزمالة، لكن كل حاجة وليها حدود يا سيد. وبعدين انت لازم تخاف على سمعتي. انت مكبرة الموضوع قوي كده ليه؟ هو انا كتبت لك كلام ابيح ولا حاجه؟ انت برضو مش عايز تبطل هزار يا سيد. خلاص لما اكتب لك بعد كده حاجه اجيبها لك بنفسي، وبعدين غطي لنا كتفك ده والنبي. انت مش عايز تفهمني ليه بس يا سيد؟ خلاص تعالى وصلي. لا يا سيدي متشكر. تعالي بقى بطلي رخامه. لا مستحيل. ما تيجي بقى. لا برضو مش هيجي. ها اكتب لك تاكسي. لا هدفع انا. طب تاكسي سالم يا اهلا يا اهلا بالشباب الامور. انما يعني معلش قبل ما نطلع قولي، هي السنيوره دي تبقى مراتك؟ لا طبعا. ضاربين ورق عرفي ومسجلين على شريط كاسيت؟ ايه يا ست انت الكلام ده؟ مقري فتحتك متكلم عليكي غلط معاكي. هو تحقيق ولا ايه؟ ده مجرد زميل. خس كده بقى، يبقى جنبك تشرف هنا جنبي يا مجرد زميل. انما انا اتهيالي شفت خلقه حضرتك دي قبل كده. لا ما ظنش. جايز الواحد ياما بيشوف اشكال ما يعلم بيها الا ربنا. انما على فين العزمه في صلاح سالم يا مجرد؟ على فكره انا مش رايحه صلاح سالم، السيده عائشه. انت مش قلتيلي انك ساكنه في مدينه نصر؟ بس اصل ما هو احنا قاعدين اليومين دول عند تيتا. سكتك على قفاك. وماله يا حبيبتي، ما هي سيدة عائشة تمشي برضو صلاح سالم ومدينة نصر والزمالك لو عايز. عليها أقساط. سحنة حضرتك مش غريبة علي، مش انت برضو تبقى ابن المسيد اللي هي بتبيع شبت وفضل وبقدونس على نص تحرر السمكة اللي في المدخل شوف الوش؟ ايه ده بقى؟ وانتي عرفت منين ان اسمك سيد؟ كلك ذوق وكفاحه والله العظيم، وانا من نوعيه الناس اللي بحترم قوي 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 الناس المكافحه اللي زي حضرتك كده، وبنحني لها احتراما وبضعف قوي قدامها. ماشي انحني. انما مين اللي هيدفع بقى البنديره؟ سعادتك ولا السنيوره؟ ما قلنا كلك ذوق وكفاح. ماشي. بس والله يا بنتي انت نفسك حلوه قوي. صحيح كل فوله مسوسه ولها كيال معفن. ما بس بقى مش استنضفي الاشكال اللي تمشي معاها، انت ماشيه معاها من ورا اهلك. ايه يا ست انت لو سمعتي الكلام اللي بتقوليه ده على فكره ما يصحش كده خالص، مش معقول كده. انا مالي، انا بس انصحك نصيحه عشان انت زي بنتي. اوعي تخليه يسقيكي حاجه من الازازه مش متبرشمه، الازازه لازم تبقى متبرشمه وتسمعي صوت طقطقتها بودنك، والا تصحي تلاقي نفسك خائفه من شيء ما. بقول لك يا حاج ونبي ما تشغلنا الكاسيت لحسن، احنا اتخانقنا على الاخر. بايظ والله، بس انا ممكن امنجهكوا يعني امنجهكوا. ها في سيد جيت ابوسه اير ولوالي بوسه، كل البنات بتبوسه واشمعنى انا يا سيد؟ ردوا واشمعنى انا يا سيد؟ في سيد جيت ابوسه اير ولوالي بوسه، كل البنات بتعيشه. We're
هو ده اللي حصل ياما وانا راجل ضمير. انا كده غلطان؟ هو كده غلطان؟ عايز اتكلم معاه ابني شويه. ما انتش غلطان، انما يا خبيتها انت فاكر ان عمك هيفوتها لك؟ اجي ده اهي اترفدت كده من الجامعه ومن الشغل. عايز اتكلم معاه ابني شويه. هتقضي سنكحه بقى على قف امك؟ انت بتزلي ابنك كده ليه؟ في ام في الدنيا تزل ابنها كده؟ يا ست اللي بيقول الام مدرسه، انت ما حصلتيش حضانه حتى. الصراصير بقت في كل حته، في البيت وفي القهوه، لا رش نافع ولا عجينه نافعه، شباشب بقى ولا ايه؟ والنبي ما في زي سيد، بس جه في وقت مش وقت يا ام سيد. متشكرين على الاضافه العميقه دي يا عم يوسف، بس انا غلطانه اني احترمتك، تصدق؟ عم يوسف وان منت لو سمحت، دلوقتي دي مشكله عليا وبنحلها احنا الثلاثه كعيله واحده. بقول لك يا ام، تعبيني دور دومن على كل اللي صرفتيه عليا طول حياتك. لا اله الا الله، ولو كسبتك تصرفي تاني، تتخلفونا وتنسونا. ايه ده ايه ده؟ ايه الموزة اللي جاية علينا دي؟ جدالية دي؟ يخرب بيتك يا بيت يا داليا، ايه القمر ده؟ يا سيد، انا واقف جنبيك كيس جوافة يا اخي. يا داليا، انت عملت نيو لوك ولا ايه؟ كان مستخبي فين ده كله؟ داليا طول عمرها زي القمر، بس هي اللي ملهاش في سكة البنات المايصة بتوع اليومين دول. امال ايه اللي جرى؟ قررت تنحرف ولا ايه؟ اعوذ بالله يا طنط، اصل كان عندي انترفيو في قناة فضائية، عايزين مذيعات تحت التمرين. اكيد طبعا هتنجحي، هما يطولوا يبقى في مذيعة زي القمر كده. هتصلب طولك يا ولد، هات له مية وسكر يا دوب. اشرب الشاي يا سيد. جرى ايه؟ ما تلم نفسك ابو راوية. مذيعة معدة اشيل شرايط، اللي يجي منها. مش عارف ليه حاسس ان اول مرة بشوفها. اصل في ناس كده ما يهمهاش الا الشكل البراق. تعال جنبي يا توت، تعال جنبي يا حبيبتي. تعالي يا قمر. اسمعي دي، ما قلتليش يا رامي ايه اخبار البت اللي بتسرح معاها اليومين دول؟ جرى ايه يا قمر؟ انت جاي تهدي نفوس ولا ايه؟ دي عواطف مالكيش دعوه بيها. ما قلتليش ليه ان جيهان ما خدتش الجواز؟ ما رضيتش ازعلك. ما رضيتش تزعلك عقبال ما تسترجل كده وتلاقي شغلانه عدله زي داليا. سيد ليه عندي شغلانه هيكسب من وراها دهب؟ هيسرح معاك بالعربيه؟ هيخرب بيتك. واسرح ليه وانا عندي عربيه؟ التاكسي ده لا انساه خالص، ما جيش في مخيلتك. ما تديله فرصه يا ام سيد، جايز يفشل ان شاء الله. ان شاء الله يبقى يجي لك فشل في شنبك يا بعيد. يا ام ثقي فيا واتكلي على الله بجد، والله العظيم هشرفك. ما تبقى تنجح في امتحان السواقه الاول. ما انا عندي رخصه. لا رخصه ام سيد حاجه ثانيه خالص. اركن يلا. بس بقى يلا اركن يا ولا، اركن يا ولا. مش بمساجد بقى، العربيه دي ورثها ابا عندهم. طب وحياة امك ما انت راكبها. يلا ما تكلمنيش، انا اصفر حتى سلم عليك. انتم يلا انتم 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 على امك انتم. اركن يا ولا، اركن يا ولا. هات امي اكون سريعه وبيعها لك عشان تتسرعي دي تبقى عامله زي. طب انا يخرب بيتك، داخلين على لجنه، داخلين على لجنه. يخرب بيتك عن ابني يا باشا، ما بيعرفش يسوق وسرق العربيه وخطفني يا باشا. مبروك مقدما يا تيمور. الله يبارك فيك يا بابا. بس لو كنت لبست الجاكيت الجلد. لو سمحت يا بابا خليك في هدومك وخليني انا في تيشرتاتي. هما خدي انت وانا هقابلها. بص يا عم، انا وبابا النهارده فطرنا ملح وجبنا ملح زياده عشان لو احتاجنا في القعده. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشه عظام. اتفضل يا بابا اتفضل. يلا بقى وما تنهش. يلا يلا صفاء بيه. انا كمان يا ماما عيب كده، اتفضلي قبليهم. يا بنتي انا ما اقدرش اخرج الا لما البشندي يقول لي. انا جدتي مش خالصه، انا في ايدي الناس. لو ما خرجتيش انا هخرج. استني بس شويه وانا هخرج لهم. استني ترك تندن بجملي بجملي ترك تندن بجملي يا بفرة بفرة. بيحضر قرش حشيش. ايه فرق فرق في درويسي غارق جليل ابي كتول. طب ما تقول كده يا اخي، ما تنكدش علينا. في ايه؟ عايزنا نرقص. طيب ارقص.
يا تانت ام نوال العينه حياتي النبي ترمطوبه يا تانت الراجل ده بهدلنا انا وبابا جدا عامله معروف المطوبه اعتبره مربوط حازم الشراب هتحل ايه يا هاري حد قال لك ان ابني ملبوس ايه يا باشندي ظهر هو ايه يا تانت اللي هيظهر تحت عفريت العقد الالماز يا حبيبي لا يا فندم انا متفق مع نوال هجيب دبلتين وموبايل دبلتين وموبايل احنا بنتكلم على عقد الماز اختفى اتلقط لحظه ان كلامك جارح يا طنط استنى انت رايح فين انت مش فاهم عقد ايه يا هاني بتتكلمي عليه العقد الالماس بتاعي اللي اختفى وانتوا موجودين هنا يا حراميه يا نور لا الجرح زاد قوي يا انت مش معايا هم العقول هم هم يا هانم الطالع كشفهم طالع ايه ونازل ايه يا عم سلم انت عارف مكلمه مين انا درزي حريمي عمري ما حد سرقني في متر وماشي مش عقد الماس بابا انا اسف يا بابا ارجوك يا تيمور تاخد عمي وتمشي من ايه اخرتها انا وقلت سرقونا اخرتها ايه ده احنا لسه في اولها وانت وربنا اوريك يا بقى يا ابو ثلاث سنين هشيلهم لك يا راجل يا مقاشر امك راست لابويا عشان خاطري امشي دلوقتي يا بابا انا اسف يا بابا سيبنا ربيهم يا بابا وربنا انا استناك تحت بنت يا نوال سيب الحراميه دول وتعالي هنا يا بنت الحرام اللي واقف جنبك النشال يا صايع يا راجل يا مقشر يا معفن يا بقى معلش يا تيمور امشي دلوقتي وانا هقابلك بالليل يا ابو بقى فاضي عدوا البوليس يا خالتي وانا ناقصك يا حمدي ايه ده وده حمدي الجواهرجي الحبيب اوعى ايدك سيب البدله سنيه سنيه مين يا معفن بس اوعى يلا سيب نضربها بره اضربها بره يا ربنا عندك ده يلا بابا عندك يلا راجل انت مالك خدك لك وسره يلا يا معفن يلا كده خرج ولن يعود بعد عليا بقى في المحل عشان ادي لك عمولتك الله 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 اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه هتقعد لنا يا عم في حته بقى عصبتني الله ما انا جوايا نار بتغلي نار وانتوا بتشربوا شيشه ناقص تجيبوا رقاصه اكيد باشندي دوت مظبط مع حمدي ابن خالتها عشان يطيرك يا ريس قصدك تقول باشندي هو اللي سرق العقد اقطع دراعي باللي ده اما كان باشندي ده هو اللي عملها استنى بس دي البنت لوزه الخدامه بنت باشندي صدق هو باشندي انت هتقفوا جنبي ولا ايه النظام انا رقبتي سداده شوف رقبه هوده معاك يا معلم يا رب طب اقول لك الساعه كام دلوقتي الساعه 7 يا نهار اسود ميعاد نوال يا بيهي بقول لك يا نوال انا عايز عنوان باشندي ضروري باشندي ايه بقى ده وقته ما صدقنا بقينا لوحدنا يا بنتي ده عايز يفرق بيننا ده انا ممكن اولع الدنيا ايه يا اعمى يا اعمى ايه مش فين قطع ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك يا عم انا عملت لها حاجه انا استناك لما تعمل لها غور امشي حرام يا طيور ده ولد صغير الصغير بيكبر يا نوال انت مشكلتك حاجه واحده مش متخيله انا بخاف عليك قد ايه ما بتقش حد يلمسك انت بجد بتخاف عليا قوي كده انا مش هجاوبك على السؤال ده انا هخلي الايام هي اللي تثبتك ايه ده يا تيمور الشجره وقعت يا استفندي وشرفك لو عايز سمك انزل لك منها سمك الحد يلمسك قال ده انا اشيل كلمه ذكر من البطاقه اثبت ياض بتقول لمين ياض يا ابن التايه بقول لك انت لا اصحى كلها بتاكل بروتينات وعارفه بعضيها ايه البول حمضان ده استنى انت يا بسال مالك ياض يا وش بتلتهب علينا ليه في حاجه في حاجه في جماجم بتهاجم وعفاريت بتموت لسه حافظها امبارح خلي بالك ده ممكن يقطع اسكت انت مين البت دي ايه واحده كده واحده ايه يا تيمور البت دي تلزمنا نفض لنفسك يا نفض ايه في حاجه في هدومي يا نوال هدومك ايه انا مخطوفه ما تكبريش الموضوع بقى يا نوال يا نهار اسود البت اتخطفت البت اتخطفت استنى ادب سيلا انت وقفصين الخضار اللي معاك مين اللي هاكل على قفال اول يلا قلتلك هيقطعها هم راحوا فين راحوا فين في حاجه ياض عايز حاجه ياض عايز الاستفنديه بتاعتي خد تعالى بتعرضها ياض انا مش قلتلك طريها ياض طريها اوعى تفكر تمشي ورانا ليه مش وراك ليه يلا بسلة فلا يلا ايه يا كابتن في حاجه لا يا باشا مفيش حاجه انا كنت جايب خطيبتي من الدرس فالعيال دي غلست بس انا قمت بالواجب يا باشا صح خد خطيبتك وروح وبلاش تمشي في شوارع الضلمه دي تاني حاضر يا باشا مش همشي في الشوارع دي تاني كده تسيبهم ياخدوني انت بتستهبلي ياخدوك ايه ده انت روحي افهملي انا ما اقدرش اتخانق وانت معايا تتبهدلي وكنت شايف الحكومه في المكان انا قلت كده برضو هتعمل ايه مع باشندي لا باشندي ده حكايته حكايه في ايه يا تيمور؟ في ايه؟ ما تكلمش من الشارع ده، انت مش لسه حضرة الضابط قايل لنا ما حدش يمشي في الشارع، بصي شكله عاجبك الشارع، أنا ماشي، أنا ماشي. إيه
اصحى يا سيبتهوفن. يا بابا خير؟ انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقه؟ يا بابا اعمل ايه؟ انا نايم حرام. تنام ازاي وابوك حرامي؟ خلاص يا بابا روح سلم نفسك. انت بتهرج كمان؟ طب اعمل ايه يا بابا؟ انزل اقتلهم دلوقتي؟ يا ريت يا ابني تجيب لي حقي، ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقه العربيه؟ وشرفك يا ابويا وشرفك اللي جايب لك حقك. ما تشوف بس سيبنا ننام دلوقتي. انا مش حرامي يا تيمور. انا عارف بابا بتقول لي انا ده ابنك. تصبح على خير. انا مش حرامي يا ابني. والله يا بابا عايز انام، عايز انام. انا مش حرامي. مش حرامي. انا عايز انام اموت. تيمور انت نمت يا ابني؟ عايز حاجه يا بابا؟ كنت عاوز اقول لك انا مش حرامي. بس بقى يا بابا. لا بيت بشندي هو دوت. اخلص اخلص. حضر يا باشا. سيادته المدير حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم صاحب توكيلات الطيور المهاجره. هو اللي مأكلنا، هو اللي ملبسنا، هو اللي مقلعنا. هو حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا اطلع. اقول لك. قل لي. هدول مساكين؟ مساكين سيادة. يلا طلع طلع. وزع. فرقوا مالي. فرقوا فرقوا. لا حول الله. بعدك شب ترى. والله حزنت عليك. والله تأثرت لي. لحظة ابكي. الله يقول لي انت مشلول ولا رجولك منملة؟ لا اخويا مشلول. وانت واقف على رجليك. خمسة. معك فلوس وعملت مرة وانا مش لاقي اللغة. خمسة. حرام عليك. اعطيله خمسة. حرام عليك. ياد ايه بياد. والله ما يستاهل يوم الدين. ترى ليش؟ لانك ما ربيته. انت ما ربيته. ما ربيته. اعطيله اعطيله. كم باقي معنا؟ 100,000 سنة. اعطيه. يلا يلا يلا. بقول لسيادتك 100,000. يا اخي السؤال هذا الملحقك ولا حقي؟ حق سيادتك. اعطيه. حاضر سيادتك. انا مالي. اطلع يا راعي. انا شوف اول ما ريته دريت انه مشلول. ربنا يزيدك علم يا فندم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. انتوا بقى عايزين بشندي صح؟ ايوه بسرعه خلص يا حلوه. اراك توزع من مال امك. عسل سيادتك. يا بنت الدوشه اللي بره دي. راجل غني قوي بره ومعاه حراسه ياما. ابعت ابعت يا اللي بتبعت. واداني 100 جنيه. فين هم يا بنت؟ ايدك. الله. ايه هو ده وقته؟ على رايك خليه يستنى بره شويه وما يدخلش على طول. امرك يا سيدي. قشطه. ما تغلبنيش. بقولك طلع طوال الفلوس. عم راجل هو اللي بدهم لنا يا عم. بقولك طلع دول عهده. يا ابني تيلو خلصنا. يلا عدي. سيادة المدير حاتم الحاتم ابو حاتم يعني الطيور المهاجرة. اهلا اهلا. ما شاء الله تبارك الله. والله ساحر. الاتموسفير حبك كله السحر. والله مساك الله بالخير. اهلا اهلا وسهلا. اعطيله اعطيله. يا الف اهلا وسهلا. والله مسكين. ما معك ساعه؟ معي سموك. معك يا رجال. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما معك سياره؟ معي سياره. يا 300,000 اهلا وسهلا. ما عليك ما عليك. الشباب شباب تبعنا. خير يا باشا؟ ولو كان خير كنا جينا المكان النتن هذا. والله مو خير. اللي جالس قدامك 9 سنين ما نمت ما دقت طعم النوم. يبقى معمول لك عمل. وين الجديد يا شيرلوك هولمز انت؟ كل الناس قالوا لي ناس مسويين لك عمل. والشك دخل براسي. شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوزتي قلت لها تعال انت اللي سويتي لي عمل. قالت لي والله قبل ما اكمل طقتها ماتت. ولادي اللي بضوره جوا لي صباح الخير يا بابا. قلت ما في صباح الخير. تعال يا حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده. قال بابا ما كمل طقته وقع جنب امه. والله الشك جنني. وقفت في الشرفه ببص لقيت عفيفي في اخر الفله. عفيفي مين؟ السواق الصومالي حق اللاند كروزر تبعي. قلت تعال ايش فيك يا عفيفي خزيان؟ قال لي يا عمي انا اللي سويت لك العمل. وعملت له ايه؟ والله سمحته. ليه؟ صدق ما كذب علي ما كذب. قلت له عفيفه ايش سويته في العمل؟ قال لي يا عمي سوينا لك انك ما تنام ما تنام وجواك جن جن جواك. شوف تاج السيره يا لطيف. احنا حنفك لك العمل.
تدري يا وجه البرص انت لو ما طلعت الجن والله تقرسك بالنار هذه، ولو طلعته الخير جالك جالك والله. اول شيء طقم سنان لولي من سويسرا غير الهدايا واليخوت، هيك ما تبغي فاشل. قوم حضرتك عشان تنام. نعم والله هلكتني، تتبهلل علي انت يا الكل؟ اقول لك ما نام تقول لي نام. خلاص مدد. قول مدد 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 سموك. فروتي عصيدة عصيدة. يا ليت يا ليت يا ليت عندي عصيدة واربع صواني مرق مرق حتى يسيل العرق مرق حتى يسيل العرق. ايش هذا؟ ايش هذا؟ لمبرنا يا امي. لمبرنا ايش هذا؟ ايش هذا؟ تراني اعمل بيبي دخان والله اسوي بوليوشن. اطلع وش طالع؟ اطلع لك وش طالع؟ أنا العفريت، ساعتني ليه يا حرامي؟ أنا مش خرامي. صح حرامي، تسرق كل الناس. فاكر آخر مرة سرقت فيها؟ لو دفت أم نوال يا حرامي. أنا ما سرقتش حاجة. لا أهو العودة، العودة العودة يا معلم. والله انا كان قلبي حاس ان انت نصاب يا بقه. هو انت امال مين يا حبيبي؟ طيب يا سيدي مش خدتوا اللي انتوا عايزينه؟ سيبوني بقى في حالي. الحق الحق نسيبك انت اهبل، لازم ام نوال تعرف وحمدي والبوليس والدنيا كلها. لا ابوس ايدك حمدي. لا ام نوال انا باكل من عيش. خلاص يبقى نتفق زي ما قلت عليا، لا يجوز ترجع تقول يا جوز. ما ينفعش ما ينفعش اقول لا يا جوز وارجع اقول يا جوز. ده بقى خلاص انا هخدمك في الجوازه دي. ام نوال مستنيه الخلانوسه بفارغ الصبر. مين الخلانوسه دي؟ كبرتنا اللي هتوصل بعد اسبوعين، وانا هظبطك عند الخلانوسه. بتقول ايه يا بشندي؟ ايوه يا هانم، الخلانوسه وصلت عندي النهارده. خالتي نوسه وصلت؟ يا اخي يا زغرد ده انا الفرحه مش سايعاني. لا دي اللي هتجيب التايه. كفايه يا بشندي يا اخوي، لحسن انا جسمي بيتنفض. خلاص هنستناكي النهارده. حاضر يا اخوي اجيلها النهارده، انا ورايا حاجه. بالسلامه بالسلامه بالسلامه. هاتو اسمع يا عم زفت انت. اللي اقوله شرط اخره ايه؟ نور. لا ضلمه 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 على اليخون. كلمه تطلع كده كلمه كده، تعال اوريك هنعمل فيك ايه. لفوا لفوا طبعا. اسمك ايه يا حبيبي؟ سيد الجمال. اتفضل. يعني مش حلوه في حق الطلبه يعني يخشوا يتعلموا يتفتشوا؟ فعلا مصر بخير وشبابها حر يمارس الديمقراطيه. انا بحييك يا سيد، وعايزك تعرف كويس ان انا مواطن بسيط زيك شديد الالتصاق بالجماهير، ويا ريت الزمن يرجع تاني واعيش حر زي ما كنت عايش. ادخل السيمه اكل سندوتشات فول وطعميه ومش بدوده، لكن المسؤوليات هي اللي بتفرض نفسها عليا. انا مش عايز ارهق تفكيركم. ابقى فوت عليا يا سيد بعد المحاضره اشرحها لك. عاش الدكتور الوزير الديمقراطي. 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 قرار مجلس الكليه. قرر مجلس التاديب بالكليه برئاسه الدكتور فؤاد السعيد فصل الطالب سيد محمود الجمال لمدة عام واحد، وذلك لخروجه على مقتضيات السلوك الجامعي القويم وعدم التزام بآداب التعامل مع أساتذته، ويتم اختيار الحرس الجامعي لمنعه من دخول الحرم الجامعي. الله الموفق. العشر وزير الديمقراطي. معلش يا سيد انت كمان اتسرعت. اتسرعت يا بنت؟ انا قلت حاجه هم كلمتين اللي راحوا ولا جم.
مش انت كمان ما كانش عاجبك الوضع ده؟ ايوه بس اللي مش عاجبه الوضع ما يصحش برضه يتصرف بالاسلوب ده. طب يا ستي انا غلطان. معلش ربنا عايز كده، المهم انك تستغل وقتك في حاجه مفيده. لا ما تقلقيش عليا من ناحيه الاستغلال، انا اساسا شخصيه استغلاليه. كنت عايز اقول لك على حاجه كده، يعني يا ريت ما ترنيش بعد الساعه 10 عشان بابا بيقفش. ها باي باي. هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ امال في الحنيه والعياط والبوس والحضن الدافي؟ انا الحضن الدافي. مش مهندس بالصلاه على النبي كده الكاسيت بتاعك الحلم؟ ها عشان مشوارنا طويل، اغاني سهلله كده عشان معانا واحد مصدوم عاطفيا. يا عم اللي تشوفه ما خلاص ما عادتش تفرق. سينا من سونيا. سينا وسونيا ايه؟ مين ده يا عم؟ شغل الكاسيت وما تفتحش بقك خالص. انت بحياتي يا عين ما شفتني زي انت عبيط يا اسطى. يا عم بقولك عايزين نسهلل نسهلل. خلاص ما تزعلش ما عادتش تفرق. سينا من سونيا. دايما دموع دموع دموع. بقولك ايه يابا؟ دايما دموع. اطفي الكاسيت وشغل لنا الراديو، ولو جبت سيرة سينا وسونيا دول تاني نزلنا هنا على اقرب يمين. وهجيب سيرتها ليه؟ ما عادتش تفرق. سؤال رفيع يا باشمهندس بعد اذنك، انت مانع الفرحه تخش التاكسي؟ هات لنا نجوم اف ام، عايزين نفرح وحشتنا الفرحه. عيد ميلاد جرحي انا، عيد ميلاد جرحي انا، عيد ميلاد. بقول لك يا ريس ما تتقلب بينا وتخلص بقى. ده كان بيحبك وكنت مهنياه وما كانش يقدر يستغنى عنك وهينتهي عذابنا ان شاء الله. في ايه يا ابو سعيد؟ حرام عليك اللي بتعمليه في الواد ده. انت ايه جرالك ايه؟ مره تقولي له ده بيتهد، ومره تقولي له في حريقه، ومره تقولي له في تعلق في الحمام. هتفقدي الامل في الواد كده وهيموت من خضه يا ابو سعيد. مش عارفه ايه الحشرات والصراصير اللي احنا معاشرينها دي، لا رش نافع ولا عجينه نافعه ولا اي حاجه، ده حاجه بقت تقرف. اعملي اللي انت عايزاه فيا، انا تحت امرك. ما احنا كناش قرايب يا ابو سيد، وام الله يرحمها موصياكي عليا وهي بتلفظ انفاسها الاخيره تحت الانقاض. مش انت وجوز علينا الرحمه؟ ان امك دي ربنا يخفف عذابها، انا ما كنتش بطيقها، ده ربنا هد البيت مخصوص عشان خاطر تموت. امال فين صله الرحم؟ فين صله الرحم؟ حرام عليكي. ده انا قلت انت هتاخدي بالك مني عشان يتيم. طب ما انا يتيمه ارمي بلايا على الناس. استنى بقى عقبال ما تصل وشك بشويه ميه اخلص. ربنا على الظالم. حرام عليكي، ايه اللي بتعمليه فينا ده؟ ايه الارهاب اللي انت عاملاه ده؟ ايه العنطزه اللي انت فيها دي؟ امال لو كنت سواق الطياره ده انت حيالله حته سواق التاكسي. سواق التاكسي دي هي اللي انت عايش على قفاها. يا ماما براوي برضه عنده حق، يعني لما اروح اتجوز بقى واتقدم للنسايب اقول لهم ايه؟ مامي سواق التاكسي؟ انت ما رحتش الجامعه النهارده يا رحمان؟ ما عنديش محاضرات. خلاص اخدك معايا استاد مختار التيتش اعرفك على المدرب بتاع 19. تيتش ايه ياما؟ بس انا قلت لك نفسي ابقى شاعر كبير مش لاعب كوره. انت ايه ولا اللي ضرالك يا ولا؟ ده ايه العداوه اللي بقت بينك وبين الكوره على كبر دي يا ولا؟ اشحال يا رب لما كنتش متوحمه فيه على ابراهيم وحسام حسن. مش كنت توحمتي على احمد شوبير كده؟ كنت بتعترك بسم الله ما شاء الله مذيع الدنيا. طب ما تزعلها ولا ايه اللي حصل؟ ده امك برضه واللي اتكسر يتصلح. ولا انت ما رحتش الجامعه ليه النهارده ولا؟ لا النهارده ولا بكره، انا اترفدت. ايه؟ اترفدت؟ استهدي بالله يا ام، استهدي بالله، الله اكبر، استهدي بالله يا ام، والله ما اقصد يا ام، الدكتور هو اللي خدني على اخوانا. Yeah.
دي زينة مرات هيركليس. اترفدت؟ اترفدت خلاص؟ بقيت صايع كده تحوجنا لعمك؟ شيل بقى يقطعني. نسيت اقول لك صباح الخير. واحدة نوال! نوال! سكف ايدي يا نوال! سكف ايدي! الحمد لله الامتحان. يخرب بيتك يخرب بيتك. اصطبحنا واصطبحت ملك الله. هو في ايه؟ ابدا. ابني والكونترباص مش طايقين بعض طول النهار يضربوا في بعض زي ما كانوا مولودين فوق روس بعض. يا بابا ايه يعني مركب كونترباص؟ السنيور تبقى ولا لا مؤاخذه يا مدام، انت عارفه الشباب اليومين دول متحرر عمال اولاد. في ايه يا بابا؟ في ايه؟ حضرتك قلت لك انزل من البلكونه، قلت لي انزل من على السلم، اتمرمطت انا وهو على السلم. يعني هي المساله مساله البلكونه؟ يا بابا يلا عندي امتحان. ابوس ايدك. اتفضل. بقول لك ايه؟ نعم. حكايه الولاده دي بلا شهرين بتقيس، ما شفنا لهاش جيبه واحده. ما انت مش مديني فرصه. طب شيل يا اخويا. لا شيل انت. الحبل جوه؟ ايوه. يلا. ظهري. معلش معلش ظهري. معلش يا بابا عشان تشوف انا بستعمل ايه. معلش ايه؟ ما كان قدامك الالات حلوه على قدك، راح تجيب لي انتريه. معلش 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 ما ترجعه وجيب خمسه سته من الحلوين السواري. يا بابا هو بقسماط، خلصني بقى عندي امتحان. اتفضل يا اخويا ادي البلكونه. دخل يا اخويا الفرقه الموسيقيه بتاعتك. حاسب ما تخبطنيش تاني بظهري. سوري يا بابا سوري سوري. تعال قول لي يا تيمور، اخبار البنت نوال ايه؟ غرقت محروقه. يا ساتر دي باظت خالص. لا بابا ده حلم بحكولك. اسند بس. طيب على مهلك على مهلك. اوعى يقع اوعى يقع. انت حر يعني مش هنروح نقابل امها؟ هي كلمت مامتها وان شاء الله يومين كده بقى. طيب يلا. عايز مني حاجه؟ لا عايز استرقاها مني بقى. طيب انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه معاك دي يا شاي؟ هات 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 يا تيمور. طب مخصومه منك الشهر الجاي. انت يا علي يا عم يا فوجة امسكوا الزفت ده. يا خبر ده نسيك الزبونة. قدام يا ببلاوي. يعني اوعى يكون جرى له حاجة. يا عم اطمن عليا انا الاول، جرى لي حاجة ولا لا؟ يلا على مهلك على مهلك على مهلك. اهو الامتحان، يلا بسرعة الامتحان. الراجل يخرب بيتك. والله العظيم هتموت واحد فينا مره. اتفضل اطلع. ده فوده فوده، انت مش عارف هبل وعبطه. يلا شريط المزيكا بتاع الامتحان. مزيكا ايه يا بدي يدوسة يدوسة شيل لبس بوسة؟ والله لويتي وكبرتي وبقيت يا عروسة. غني يا ابن المحظوظة، ما انت شايل ورك فرخة وانا شايل حجل على ظهري. يا رب يتخرج يموت بقى. تيمور اتأخرت كده ليه؟ من ابويا اللي شايله على ظهري ده، مرمطني. وحشتني قوي. كنت وحشتني قوي. ايه ده انت النهاردة حلو قوي. مرسي. انا امبارح كنت وحشه قوي. ايه ده؟ ايه رومانسيه؟ عندنا امتحان يا معلم. خد جبت لك انبوبه تنير. انبوبه تنير يلا بسرعه الامتحان. والاميره هيلزق النيله بقى. فين تيمور؟ ما اعرفش. فودا فين تيمور؟ Thank you.
هتفتح يا تيمور؟ مش عارف، انا عيني باظت خلاص، هاكل ازاي يا رب بعد كده؟ يا نهار اسود، مفيش حاجه هتفتحها غير قطر. قطر 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 ايه يا معلم؟ انت عايز تبوظ عينه؟ هات له موس موس. هات شنيور يا ماشي. الناس دي يا نوال بقى، انا بعت اجيب لك ميه سخنه. هتنفع؟ طب ما تجربي يا نوال الاكيتون. ايه كومبليزون؟ مين اللي قومي يا قوم بره بقى؟ انت لازم تفتح يا تيمور. ليه؟ عشان ماما مستنياك انت وباباك بكره. وافقت ان انا اتقدم؟ ايوه. وجاية تقولي لي بعد ما تعميت؟ بعد الشر عليك يا حبيبي، ما تقولش كده، هتقوم تبقى كويس قوي دلوقتي. طب هاتي ايدك، يلا يلا يلا. انت رايح فين؟ فين؟ تعالى. مبروك يا نوال، الله يبارك فيك ويسعدك. نوال انا هطير انا، عشان ايه انت فاجئتيني؟ عايز استعد. انت هتمشي ازاي بعينك دي؟ يا عم شايف بس. يلا يلا بينا بسرعه بسرعه. استاذه نوال مش هنا، وقالت لي ما ندخليش حد. تدخليش حد؟ اوعي يا هبله. ما شفتيهوش يا بنتي؟ وعينيه لازقه في بعض وراح واقع على الارض. يا حبيبي صعب عليا قوي. او هكلمك تاني. انت ازاي تدخل عليا من غير ما تخبط؟ ما انا قلت هاو. وبعدين انت بنت خالتي. انا غلطانه اني ما قفلتش الباب بالمفتاح، بجد حاجه تقرف. ايه يا نونا مش طايقه مني كلمه ليه؟ مجنونه بقى اعمل ايه؟ ياه نسيتي اللي كان بينا بالسرعه دي؟ هو ايه يا ابني اللي كان بينا؟ فتح قرا باباك وبابايا وخلاص، الاثنين ماتوا. بس انا عايش وبحب. يا بابا البدله دي يا بابا، دي بدله الاسره يا ولد. انا مالي مالها؟ البسها غصب عنك يا بابا، وحشه وقديمه. انت رايح تخطب